صباح الخير تونس، صباح الفل، مرحبا بكم في برايم تايم على راديو ميد. متنا الجديده ان شاء الله من توا حتى للعشره نتاع الصباح كالعاده. لي روبريك نتاعنا كما تعودتوا بهم الاخبار ساعه نبداو بها 7 8 9 و10 نتاع الصباح مع فتحيه حرابي، كالعاده 8 و4 دقائق موعدنا يكون مع نشره رياضيه مفصله مع زملائنا من فريق الرياضه وسختمون، كالعاده الانترفيو دو جور ابارتيغ من 8 و4. اليوم نحكيو على غوفرنونس، نحكيو على الماليه العموميه، ونحكيو زاد كيف كيف على الاقتصاد التونسي. دكتور سمير ترابلسي واحد من الكفاءات التونسيه اللي قاعده تعيش في شمال امريكا يكون ضيفنا اليوم في الانترفيو دو جور. في ساعتنا الاخرانيه باش نحاولوا نحكيوا على بعض المشاكل اللي موجوده اليوم في قطاع السياحه، تو نعطيكم اكثر تفاصيل بعد شويه. كالعاده صوفيا مفرحات يكون حاضر معنا باختيار من 7 و4 اليوم بالتليفون باش ناخذوه من براغ جوستومون وين موجود، فما تظاهره لدعم السياحه التونسيه وكيف كيف غطوغ على الاكتواليتي كما تعودنا ساعتنا الاولانيه بعد شويه لوغوسكوب جو الجولد جونا تونسي وطقس اليوم. مرحبا بكم ما كنتوا، هذه برايم تايم من راديو ميد، نهاركم مبروك سعيد يا طيب القلب. 6 و4 دراج صباح النور، مرحبا بكم جديد في برايم تايم. بعد شويه شارل ازنافور يغني لنا نو نو روفيرون ان جور، نسمعكم كيف كيف مارفين غراي سكشوال هيلينغ، وقبلها هي اركيلي يغني لنا I believe I can fly. حلو ياسر الانسان يسافر ويحاولوا ادريس الانسان يطير ويجنح كيف ما يدخل. شان نهاركم بكل سعاده وبكل فرحه وبكل نشاط. سخت الماء بدات الحركيه في المدن التونسيه وفي البيوت التونسيه زاد كيف كيف، يلا الناس الكل تفيق وتقول يا ربي العمل عليك وشده فيك. هات نشوفوا شنو مخبيتنا البراج لليوم تاع الخميس 16 فيفري 2017. سكشوال هيلينغ توصلنا حتى ل 6 و7 دراج، صباح الفل، مرحبا بكم من جديد. بعد شوي نعطيكم فكره على طقس اليوم، نذكركم باوقات الصلاه، لكن تو سويت جونا التونسي، الموسيقى التونسيه اللي جينا من العميق، خلينا نقول ومن العتيق. اليوم صباح حبينا نتغنوا بالام، شنو خير من أم ربي فضلنا أمهاتنا الكل، لذلك علاش حبينا نحييو كل أم تونسية قاعدة تسمع فينا وكل أم قاعدة تضحي على خاطر صغارها سخت المو، لأنه الأم قد ما نقولوا فيها وقد ما نشكروها باقي ما نفيوهاش ربع حقها، خلينا نقولوا باش ما نقولوش معناها عشر حقها، خلينا نقولوا مش حتى ربع حقها. ربي يفضل الأمهات الكل، واللي الوالدة نتاعو توفات ربي يرحمها وينعمها. هذاك علاش اخترنا لكم اليوم إلى حضن أمي يحن فؤادي من عند ذكرى محمد، بعد شوية نسمعها على غاديو ميد. لكن قبل هذايا هذه أغنية تربينا عليها وإحنا صغار، محلاها كلمة في فمي كي نخزر ونقول يا أمي، هكا تغنينا السيدة نعمة في صباح الخميس 16 فيفري 2017. تحية لكم، هذه برايم تايم من راديو ميد. صباح الفل، مرحبا بكم من جديد في برايم تايم على راديو ميد. اليوم نهار الخميس 16 فيفري 2017. زعما شنو يقول لنا الطقس قبل ما نشوفوا طقس اليوم؟ نذكركم باوقات الصلاه، اليوم صلاه الظهر ان شاء الله تكون ماضي الساعه 4 دراجة، اذا صلاه العصر يكون ماضي 3 و7 دراجة، اذا صلاه المغرب ان شاء الله يكون مع 6 و3 دقائق، اذا صلاه العشاء يكون في حدود 7 و28 دقيقة. صباح الفل، مرحبا بكم من جديد في برايم تايم على راديو ميد، مكملين معاكم حتى العشرة متاع الصباح. بعد شوية يكون معنا سفيان تختلفون غطوغ على الاكتواليتي اللي صايرة في تونس وفي العالم. تحية لكم لما كنتم، مكملين معاكم حتى العشرة متاع الصباح. تتسويت لوكو دكور في الماتينال متاعنا شوبيلة راشد إذا تغيبي علي يا ولفي. 7 و4 على راديو ميد، صباح الفل التوانسة الكل، مرحبا بكم من جديد في برايم تايم، كملوا معاكم حتى للعشرة متاع الصباح. صباح النور سفيان، مرحبا بك. صباح الخير، مرحبا، اهلا وسهلا، صباح الخير. الحمد لله، صباح الخير برايك وعلى نقولوا من نيفل ولا حاجة تنزيل. ما زال صباح عندهم بكري هنا في برايك. ايوه كمان نفس التوقيت دونك 7 و4 ولا كيما احنا 7 و4 نفس التوقيت، احنا وياهم بارده شويه. مش البرد بتاعنا، فما شويه طلول في الشوارع وغيره. مي سيتون فيل كمان براغ. براغ اي كومون مي براغ تعرف لا فيل دو كريستال زيد اوسي هكا ولا وي بلاد كافكا اوسي بلاد فاكلافافيل بلاد لا ريبوبليك تشيك توت مانيير كانت قبل تشيكوسلوفاكيا. تشيكوسلوفاكيا فوالا اي حتى مومون كانت هكا، لكن بعد الثوره اللي عملوها معناها في التسعينات القرن الماضي ولات
لا تشيكي بلاد شي عشرة ملايين ساكن بي معناها كيما تونس براتيك ما تقول انت معناها وي اي هما يعملوا 18 مليون سايح مليون كبراج اي براج حلوه ياسر وي بلاد حلوه ياسر مي معناها داخله ان بي اوروبيان اللي عندهم زاد ما تنساش اللي هما كانوا قبل في نظام شيوعي نظام شيوعي عالم العباد لاديسيبلين اوسي توا مازالوا بطريقة مانيير موجودين شيوعيين دونز اون كواليسيون نتاع المعارضه وكذلك بلاد عرفت تطور كبير على غرار بلغاريا والمجر لي بي دوروب سنترال حلو ياسر تطورات كبيره خاصه في السنوات الاخرى اي بي كي اون بينيفيسي خاطر هي توا في بارتي دو لونيون اوروبيان رغم اللي قعدوا بالفلوس نتاعهم الكورونا الكورونا ايوه تشيكيا يلزمك شنغن لكن الفلوس هما الكورونا كيما بازون في بولونيا مازال عندهم زلوتي وهما خلاو الكورونا لا لشيء الا للمحافظه على مقدره شرائيه لانه يلزمك تعرف هنا باغ اكزومبل السالير مويان تاع انسان عادي معناها تقريبا 650 اورو 700 اورو يعني تقريبا مليون 800 تونسيه مليون 700 تونسيه هذاك السالير مويان بالنسبه للبلد الاوروبي يتسمى رخيص اللي تشوف بيان سور اي شوف مش السالير مويان تاع انجلترا ولا فرنسا ولا المانيا ولا غير دونك بلاد عندها 10 ملايين ساكن لكن عندهم ايدونتيتي قديمه ياسر براغ لعبت دور كبير منذ العصر الوسيط في ظهور معناها خاصه وقت الريناشيمنت وغيره وكذلك بلاد كانت دائما تعرفت من بعد بالفن بالادب بالكريستال كما قلت انت هنا سما الموزيم تاع كافكا وما دراك ما كافكا هنا بلاد الوحيده اللي رجل مسرح قام بها بثوره اللي هو فاكلافا فيل مات منذ سنوات وعرفوا يعملوا اون بون نيغوسياسيون معناها هما ما جاوهمش لي ديموكراتيك سيف ولا لي رياكسيونير معناها عرفوا كيفاش في لوكون تاع الجدد تحالفوا مع ان كون متفتح تاع القدم ويزون نيغوسيي معناها اون بون ترانزيسيون ديموكراتيك وتوا تجاوزوا معناها نعرف براك قبل وقت اللي كانت كيما فارسو كيما فارسوفيا كلاب سايبه والدنيا راشيه والزبله مطيشه مي توا تحوس فيها ان توكا خير من باريس على مستوى المضافه سو سارتان donc c'est un pays très différent mais en même temps bon on est passé belge j'ai eu une expérience quand même une première dans ma vie c'est Irlib où je me suis senti un peu j'étais outré trait de l'euro par un télégraphe Frankfurt alors ça m'a amené je l'ai dit donc le bonheur en temps l'Europe c'était le trait de manière Frankfurt je l'ai dit à la moustawa l'amni mouhem mafhoum لكن كذلك والله شيء غريب يمكن هذا الواحد يودي بيهبط في مطار بمايو باغ اكزومبل وكم ساعه سيدي ولاو عاملين ساس كبير كما كان عاش كان مشيت لموسكو موجود في موسكو قبل يعني ساس كبير وتهز يديك وانا اولما تهز يديك وسكروا عليك وبالاشعه يشوفوك الكل اي في امريكا موجود هذاك صوفيا لان شفتها شوف في امريكا وعرب عشيره يصوروك دونك لان هذا انا اول مره شفت مشيت لامريكا ما لقيتوش حتى لا جديد حتى في امريكا جديد اي اي فوالا في امريكا موجود اي مي سي با سا يونيكمون يعني من بعد راجل يجي ومام با في الخلوه بلاصه هكا قدام الناس الكل يقول لك مثلا نحي السبت بون تكون نحيت السبت وصبات وكل شيء ديجا يدخل يده معناها في الحزام تاعك يبدا يمس ومن بعد يهبط تحت الحزام تحت السرة كريمون يبدا يدز يدز هكايا يمس معناها شيء غريب انا بالك جيتي ايتوني معناها والله شيء باهت معناها شر البريك توصل للمناطق المحرمه معناها يدز هكا بالصويبه والله شيء رهيب لا حول ولا قوه معناها ومن بعد يقول لك يكلمك ما خلي سيت داون قعد ومش انا بالك الناس كلها نحي صباتك يشد ساقك من ركبتك حتى الفاراتك حتى الكلاستيك مش يمسح يزز انا ما تعرفني انا برملتي حتى حد ما مسني في حياتي ما نعملش ديجا زنام با الحكايه فريمون جيتي تري ايتوني يعني راجل تحت شرطك ويمس ويدز وبصوابعه ويتلمس شيء انكيتون سي فري هان مو جيتي هذا كان العرب بركه ولا كان ال ال نشكل له عرب ام فام نشكل له عالو لبس بون جو كومبخون خاطر اكتويلمون قلت انا والله لعن الله الارهاب والارهابيين والمتلمسين للمناطق الحساسه من الادميين
يعني تمام لمودة دشوز السطرة ونجم نعملوا دي فوي وكل شيء لنسبة زاكت يعني معناها شو بس في حبت في دي بارتي هي سنسيبل بارتي انتيم معناها بحلي مش طبعا وبيان سور الامن عنده الحق بارتو دون لو موند واحنا كما اي بلاد اخرى يلزم تتامام مش يولي مش يزز يزز ويدز سا دوفيان كراف سا دوفيان انكيتون معناها الهدية جاي من الإجراءات الأمنية الجديدة طبعا بيان سور هذاك موجود في موسكو شفته في هولندا أنا هذاك اللي تقف وتهز يديك الفوق ويشاورك على بعضها وهما فيزيبلومون يمكن في الإكرون تطلع له منطقة صفراء ساعات المنطقة الصفراء تكون أن بوتون موجود في سوريا الداخل حاجة كي هكا مي دو لا دزين هكا خط معناها نشوف في لابيت الكل الجيل الانسان اي يوم مايو دو بان باش نوليو نسافروا باغيتي لا تعرف يظهر لي اون مايو دو بان قلت لك واحد باش يولي قلت لك ولا الواحد يمشي بمايوه ومرتاح وبشورت طويل حتى ينجم يزز داخليا زاد نلبسوا المايو بريكا نتاع قبل تاع لي زاني 70 لا شي سي كيلكو شوز تعرف انا جو فواياج دوبي بلو دو 40 انا ملي صغير نصفر معناها كنت نقرا في ثانوي نخدم في ايطاليا تلي بي دافيون انا صغير كان ب 40 دينار على طول تونس روم ايوا وقت غلا البي ولا كان طول دينار بابا رحمه الله الله يرحمه شيخ يقول الدنيا غلات ما يقولش الدنيا غلات شنو الحاله 43 دينار 3000 زاد البي دافيون ماشي حاله هذه مش كوا تونس روم على روتور بحكي لك وانا بز صغير معناها جو ني جامي فيو سا مشيت لامريكا مشيت لروسيا مشيت لتو لي بيي اللي تصوروا في بلد يا اخي ريسامون مشيت لكربلاء عبط في كربلاء تعرف الجنائات في كربلاء زوز كيلومتر باش تدخل وزوز كيلومتر باش تخرج باش تخرج على ساقي حوايجك حاجتي مي سي با سا مش انساني مش فيك دونك تي بارتي انتيم وقدام الناس كلها عاملين بلايص هكا محلوله ما فيهاش لا حيوط لا حد شيء جوست تخرج من هذيك الناس الكل سيستماتيكمون يتعدى غاديك بيان سور هما انا داير انا داخل فما واحد شعره ابيض يغزر لي ويضحك انا ماك تعرف لابس كرافات هكا حلوه وكسوة والبوتيون تاعي شعري ممشوط التالي امورك واضحة يقول لي يضحك مالك يقول لي في قلبي وكاد ويقول لي بعد فهمت يقول لي عامل روحك عندك وقار ها تو تشوف الوقار وادخل نار حسيت وحسيت كل شيء اتعديت ولي ما ولي ما بون ابخي تو وجو سوي بور انا جاءت هذه كل من بعد ونشوف هذا من ولي ما نشوف الناس كل يهزوا فيهم واحد وعاملين دي بوكس ودي بوكس ماهمش مغطين بالكل جوست سيلو هكا صغير وبحذاها كما الكل محطوطه واحده صغيره هكا كيما الزربيه اون بلاستيك اللي تحطوا في الكلاب وانت واقف يبدا يزز في الناس كل الرجال نسى يمسولهم في الدولات مي ريالمون ديجا انا جو مو بوز لا كيستيون هذا اللي يشوفوا به البدن الكل ولا لا هل هو دابخي تو احنا عندنا السلطه احنا طفل صغير كي تولد عمره غسيل عمره عام نقولوا شكل التواليت هكا هو سي كوم سا عندنا السطرة في مجتمعاتنا دونك فوالا جو فولي تو ديك سي اون امبرسيون كو جي اي الحق سي تي تري ايتوني بيان سور هذا نتاج وانه اليوم لا سيكوريتي ماتش كونتر لي ليبرتي بل كيما في العالم اجمع لا سيكوريتي كونتر لا دينيتي باش تولي اي مالوغوزمون تو تافي انا بيرسونيلمون كان يمشي في بارتي انتيم نتاعي باش نتفاهم معاه وليت عمي وين ماشي ولو لك شو شبك ولو لا انت تعرف شفت معناها تو هذه التجربه اللي انت عشتها شخصيا وهي تجربه نجم تكون معناها مؤلمه اي بيان سور خاطر الانسان تمس في الانسانيه نتاعه ولكن غيزون دو بلوس تعرف وقت اللي تكون الامر يتعلق بالامن القومي شفت معناها حتى المحاذير يتخطاوها ساعات هذا مانيش نشرعوا احنا بوغ لي زابول اللي تنجم تصير معناها كانه احنا زاد في تونس ولينا نزيدوا على شفت معناها نزيدوا على حتى على العباد اللي ابدعت حقوق الانسان ما تعرف وقت اللي ايفيكتيفون باسكو بيان سور انا يفو با يجب لا دينيتي هيومين دون دون تو لي كات فيغور الانسان هو خليفه الله في الارض ونعم بالله الانسان ربي استخلف الانسان سي لو فيكير دو ديو دونك الانسان عنده حرمات والانسان عنده قدسيات بيان سور انا نتفهم انه في اوضاع كما حتى سيرتو اللي وقع على المان ولا غيره ياخذوا اجراءات لكن بيان سور ثم ناس يقول لك انت هاو تو ايتي بروتال وانت تحكي مع تيرورست سامحني انا جو سويز ان اتر هومان اللي تولدت في بلاد عزيزه كبرت في بلاد عزيزه عشت في عائلات عزيزه نعيش في بلاد ديامونت عندي ثقافتي عندي فكري كاتب 14 كتاب نتكلم 5 لغات سامحني
je n'accepte pas يززني واحد يمشي من باش يقول فمي معناها انا با سونس معناها خاطر يمسك تحت شرطك كانه يمسك بارتو وحتى كي يمشي يشدي او نيفو دو معدتي ولا صدري جو نكسبت با انا باش يززني انسان يعمل لي هكا جو سون سا كوم اون اغريسيون اليوم سي فري انا حسيت هكا لكن باش نقول لك حتى البلدان الديمقراطيه هما الالمان بالذات وقت يحاربوا اندرياس بادر ويليك ماينهوف ما يسمى الجيش الاحمر هذاك وصلوا للتعذيب وعملوا سايلنت روم وكتبوا كتب معناها وقتها دانييل فيرني وكتبوا الفريد غروسير وحكاوا له مون ديبلوماتيك وغيره يعني مي يفو سو بوزي لي كيستيون دوز ايتيك توا يعني صراحه يولي كل سنه كيفاش نعمل هكا باش تنصفر هذني نفسي ما نصفرش نقعد في داري وكهو محترم وموا Allez, on va y arriver chez nous. Oui, ben on va y arriver, mais il faut trouver le moyen de préserver la dignité des gens. Je comprends que M. Chouf, vous faites les parties intimes des gens. Il y a un petit qui redoue le cours européen de droit de l'homme, le Hajj. Mais en même temps, Chouf, parfois, on va trop en besoin. Nous, nous aidons à la Boudin, à la démocratie américaine, M. Chouf, à l'Espadine, à l'Aoui. Bien sûr, là, je ne légitime pas, ça le fait, c'est dit, malfaisant dans tous les cas de figure. مي الغوست نتاع الفواياج ماعرفش كي قبل والغوست نتاع التعامل مع بيان سور الامني نتعامل انا معايا وشوف الاخرين خاطر انت عارفني جو جام اوبسيرفي قعدت نستنى عند اصحابي شفتهم غاديكا ولقيتهم اون كور دو غوت من لازم الناس اللي هما نفسهم باسكو سافي كي كانوا ان تران دو فير اون سال بوزوني فهمت معناها اموا كي يكون انسان صديق ولا ما عرفش ولا سادو مازو ويبدا فرحان ويضحك هكا وشيخ ويعمل في عملتي معناتها مي سافي وهذه اجراءات جديده جات بيان سور خاصة بعد الاتنتان تاع برلين الأخير، أنا شفت قبل الساس هذا في موسكو، بون موسكو موجود عنده عشرات سنوات، مي سي موسكو أبخي توا، النظام نتاعها بالرحمة لي، مي لا سا سو جينيراليزي، وميم طون يطرح قضايا، ليتيك لا مورال، ماك تعرف ليتيك سي ليبيغاسيون بيرسونيل، لا مورال سي لا ريغل بور توش، اليوم تطرح قضايا كيما هكا، Enfin, j'ai voulu en rendre compte parce que j'ai senti que c'était très très mal. Ou, quand tu dis, je sais que je suis sur les cellules, je suis dans les cellules. Je sais que je suis sur les cellules. معناها يقولوا طب اصبح اعمل كيما ما نعرفش انا يعملوا حاجات معناها فوالا سي تري فرابون كو ميم تو تافي بالنسبه لا دينيتي هيومين الامر كله ويلي ديغرادي فور سيلا فوالا جي فولي روند كونت دو سيلا خاطر فريمون قعدت بهتي فوالا دونك ميسير سفيان سيتي ان موفي كار دور نساني عديها ان شاء الله هذاك هو حد الباس كيف ما جي فيو بيان سور لان خاطر تعرف حساس وما نحبش شفت العباد الكل جيتي تري مال شفت اون جون في باغ اكزومبل سامحني راجل اه من با وثم سيز هذا وصدرها يتلمسوا فيه وكل شيء تو تبو معناها سي شفت والكل الناس كل قدام بعضهم معناها دي ديزان معناها المدخل باغ اكزومبل البارح شنغن شنغن يجي 20 باب 20 بوابه صغيره والناس كل تشوف الناس كل نقول لك ثم 200 300 عبد ولا بعضهم على كل لو بالصف عرفتوا اون شيتاني تو سا من بعد هذيا الساس نتاع وليمه هذيا من بعدها تشوف الناس كل حاطين 5 6 7 بوكس اوروبيان على ازياتيك على بزاني على فهمت فريمون سي فرابون سي فرابون اكزاكت اون ايماج يعني شوف شقيق احنا صغار قرينا 1984 بتاع جورج اورويل كنا نقولوا ليش لا فيكسيون اي بان سي سا ماتون وانا بالحق قلت بعد استنيت مع اصحابي كانوا لا ميم اكسبيريونس واحد منهم قلت له المره الجايه نجيب مايو دبان علاش؟ احسن شيء اسهل اي كي يقول لي تروح للمايو نتفرج انا شو نعمل له؟ هكاك تعرف ايش اقول لك هذاك تعمل لهم كيما شو اسمه الوليد صالح اللي قال الحكم تخرجوا عراي من الذنوب خرجوا الكل سي عمر سيدي عمر فياش هكا ولا قشيش ايوه القشيش يا سيدي قشيش شق البلاد اي هذاك خدوا نهار كل شيء على بلا حوشوا وفي الشقاق في السوق شوش كانوا بيهم للبي شدوهم عملوا لهم بسطونات شدوهم لهذا بسطون بسطون عيطوا له قالوا كيفاش جمعتي هكا قال لي انا قلت لهم اريد ان تكون عولات من الذنوب يا اخي شدوها في عولات وقفوا في عولات وخرجوا وحوصوا كل شيء على برا في سوق البلاد في سوق البلاد فوالا احنا يظل لي هذا مش والي حالنا في المطارات التونسيه على كل ناخذوا بوست بوب نتاع دقيقه صوفيا نرجعوا بعد هي نتناولوا مع بعضنا لاكتواليتي اللي سايره في تونس وفي العالم
شهركم اسعد الايام، مرحبا بكم جديد في برايم تايم. صباح النور سفيان من جديد. دونك انت مشيت لفرانكفورت والبارح رئيس الحكومه روح من برلين. الحاجه الحلوه اللي عملها البارح يوسف الشاهد رئيس الحكومه هو مشى انه اعلن اول حاجه بانه تونس باش ترفع معناها حاله الطوارئ نهائيا خلال 3 اشهر. وكذلك البارح يوسف الشاهد وانجيلا ميركل المستشاره الالمانيه مشاو ل وين دي مارشيد نويل دونك في وسط برلين وين صار الحادث الارهابي في ديسمبر اللي فات، وحط معناها اكليل من الزهور طرحوا من على ضحايا الحادث هذا، وقال بانه انيس العمري لا يمثل تونس. مهمه الزياره هذه نتاع يوسف الشاهد للبلاصه هذه ولا؟ ولا جوستومون بالله انا حسن قبل ما حتى انا جو سي اتراج انا في تشيكيا. في تشيكيا ايوه. ولكن تشيك لكن ثم ملتقى عاملينه هنا ملتقى مهم ياسر الحق. على السياحه. جماعه فاعلين في السياحه في تونس فيه معناها جماعه وتلاجيه جماعه يخدموا من سوسه من جربه من حمامات من تونس وغيره. وثم ملتقى حول بروموفوار السياحه التونسيه اشرت العام اللي فات جاو 45 الف سائح. من تشيكيا ايوه. إلى تونس وصلوا سالتماما وصلوا 165 ألف لي بي دوروب سنترال مارشي بوتونسيال ثم دي زارتيزون توانسه باش يعملوا اليوم زاد واحد بوكي باغ اكزومبل نتاع نابل ثم جماعه يعملوا تيساج واحد يعمل شاشي باش يعملوا معناها هنا دي بيرفورمانس وعلى ما يبدو ثم حضور كبير الحق لقيت هنا باش يكونوا حاضرين يخلوا من بعدهم العشرة. وفي نفس الوقت حبيت نقول لك اللي الحق عنا مبشرول هنا مش خايب سي سليم الحمامي هو من الناس اللي خاطر جاو تشيكيا جاو لتونس في نظام ممكن ممثلين كاتب دولة وما جاش وزير مخفي خاطره لأمور يطول شرحها اما ان توكا جا كاتب دولة وبعد عملوا اجتماع لا كونكريتيزاسيون فهمتني معناها هاو انتم قلتوا باش تدخلوا في الفانفان عملوا اجتماع وعملوا اجتماع وحضروا فيه معناها اكثر من فاعل ودخلوا ديجا في لا كونكريتيزاسيون تاع المشاريع هذيا تاع الفانفان اللي هما اخذوهم ك لانهم مشاو وحضروا مشى لهم سي سليم للقابل المسؤولين قالوا فوالا مشيتوا وشفتوا ريتوا لي زونجاجمون تاع العالم اجمع ايش تنجموا تعملوا مي معناها في دات ريكور وعملوا نهار كامل سي فريمون انا بون اون فوا قلت فوالا دونك يلزم هذا المطلوب لهم باش يقوم بدور اتحاد لانه مش دقوا لكن في الدبلوماسيه زاد ثم تواصل وثم كوهيرونس والحق هي ان انجاجمون دونك سي ان بيي اللي نجموا نقدموا معاه ياسر تو نعطيك اكثر معلومات يكون في الابان دون جوني بعض الحاجات تو تفي ايوه غدوه نعملوا عليها حاجه هايله ومهم ياسر راح نحييوه على كل سيستم الهمامي وان شاء الله يكونوا لي زامباسادور نتاعنا بالحق دو فري امباسادور معناه بور بروموفوار ليماج دو لا تونيزي معناه انديبوندامون دو لو رول ديبلوماتيك تعرف حمامي هو ايه حمامي فوالا قلت حمامي يعني حمامي فوالا يطلعش حمامات ولد الحمامات على كل تحيه والله مش بعيد هو اصلا خاطر سالت انا تعرفني ديما مبربش ايوه ياسر مبدي خلاد دونك خلاد ديما ايوه ما يقربش لسي عماد الدخله راهي تاج الدخله اي جاري معناها تقول انت بيني وبينه 10 كيلومترات معناها هي برا جيران مالا سيدي طلع ولد الكابون تحيه كبيره ليه مالا سي سليم دونك نمشيو ليوسف الشاهد دونك نرجعوا له سفيان دونك مي فوالا جوستومون تاع رئيس الحكومه شوف تو انت السؤال نتاعك الحق بور اون فوا معناها احنا ماك تعرف احنا نو سام تخي كريتيك وبلغني وانه حتى الرئيس البارح قال ما عاود سمع البودكاست نتاعنا سمع عاود سمع قال ما سفيان قال الدهش ولا شاهد يا به قل له تزلز يا سي البيجي ولا شاهد يوسف شاهد الحق في العمليه هذه التوانس هيك شفت حتى بلاكسون اي تري بوزيتيف يوسف شاهد مشى لانه هذيك هي السياسه، السياسه ماهيش كانت القنوات الرسميه، وقت اللي هي حبت تلعب اللعبه وحبت تستغل زياره رئيس الحكومه التونسيه لاغراض انتخابويه شعبويه ومعناها برفع بعض الشعارات اللي رفعتها سواء في مالطا او كذلك في تدخلها الاسبوعي اللي هي من شانها وانها تقول العرب والمسلمين هذا يلزم يردوهم جذريه ويشدوا لنا معناها اللي يعبروا معناها بطريقه غير رسميه وغير شرعيه من افريقيا خلي السلك الكبرى وخلي الجابس وتونس الى اوروبا الحق هما العمليه حكينا عليها البارح كيفاش بالاعلام الالماني ولات قضيه راي عام
وكذلك جمعيات تحركت وعديد الجراء دخلوا محتوى المقال الانترفيو اللي عطاه هو في البيلد اللي هو يقرأ 20,000 واحد. هذاك قلب خلى وأنه حكى من ند لند. يعني يوسف الشاهد تنجم تقول في زيارة برلين بين وأنه ينجم يغزل الشانسلير الألمان في عينيها وقال لا مدام لانديميتي أفون تو كما كنا نقولوا مش زاد لا كوبيراسيون أو بخي دو لانديميتي. بون الألمان اقترحوا quand même la reconversion de la dette tunisienne 60 millions d'euros احنا قلنا شويه ما تعرفش 60 مليون يورو هي ربع quand même la dette احنا عندنا تقريبا 250 مليون يورو دت مع الالمان الفرنسيين اكثر 60 مليون يورو وقت عندنا دت معهم مليار و100 مليون ايوه ولا 100 مليون يورو معناها باش نوريك ثم فرق كبير دونك او نيفو بروبورسيونيل بوتيتر خير هذا لكن بالحق يوسف الشاهد أشير كمان نيغوسي المسألة هذه ويبينوا أنه الدبلوماسية والعلاقات هي كذلك علاقات موجودة وسمع عديد التوانسة زملاء زادة محللين معناها حيو ولو كان شوف لوموند شفت أنت لوموند خرجوا مقال معناها خرجوا مقال مشوم والتصويرة خايبة ياسر خذوا معناها تصويرة يوسف الشاهد في آخر كونفرنس دو بريس مع أنجيلا ميركل وكان هي ما تنهر في تلميذ صغير هو ايه تقول له اخرج الباب بتاع بالميريك اون بو تو فا تو تا في الميريك نجم ناخذ من نيمبورت كيل بوستور بالفراكسيون دو سكوند دونك حكيت تصويره كان هي ترد فيه وحطوا بقال معناها شفت وانا قاعد لما وقعت بيت لما تاع فرانسيس تونس في المانيا دونك يريدوا الفرنسيس ها اي بيان سور هذا كابو من دارفور النهار يحكي قال لهم قلت له مقال قال Je ferai en sorte que la Tunisie sera toujours dans le radar de la France. Il y a une proie, man. Ça m'a dit, mais d'abord, à la Tunisie, c'est le radar. Ça y est, le résident général, Sofiane. Quand tu sais. Quand tu sais, le résident général, à Ouanharin Lebed. حتى تصريح معناها تتصور كي تو تخرج هذيك من راديو ميد ويحضرك واحد يقول لك خويا شعول تو تلقى ولو هو ولو هو بون الى في لا بروموسيون تاع البرغدين تاع البرغدين التونسي سي فغي هذا نجمو نحيو مي يقول لها جو سيري اون شارت كو لا تونيزي نو ديسباريس با دو رادار دو لا فرونس معناها الرؤية الأبوية لوروبيو سنتريست تتفكرها كومون بوتون اتر بيرسون كومون بوتون اتر بيرسون هنا مسيو بولي في الشهلاوي قال معناها كومون بوتون اتر اوتر شوز كان فرونسي مازال فيك السوفينير بداية معناها لازم ما فهم حتى شيء بون مش مشكل تعرف في فرنسا الجيش والانجليز والدبلوماسية قعدوا فيها يصل قوة معناها ما زالت رجعية إلى حد ما في نفسي فوق أنا يدو لما سوزيال ودو لا كانبيال وكما مشو داربوخ دونك عنده سكوتي لا أنا حاس ما عجبتنيسي وأنه تقعد تمس ديما في الدار بتاع فرنسا ما نعرفش يا أخي احنا إما أوبجي فولون نو إيدونتيفي ولا إن غازيل دون لو ديزير ولا إن زبر سو لا ميديتيراني ما نفهمش معناها حتى بالنسبة للغة الفرنسوية خايبة Mais c'est moche, on a c'est vrai. Par exemple, des liens historiques, viscéraux, passionnés, ce que tu veux. Mais, tu sais, on a un tunis dans la terre française. Je suis bien, on a un bel carbe, je sais, le hudout de la terre, c'est un peu plus de la terre. Sauf que le paternalisme ou l'européocentrisme. Et en plus de ça, c'est pas le centre du monde, la France, pour qu'on soit clair, pour une fois. C'est une moyenne grande puissance, on a une grande moyenne puissance. يقولوا ايش صار كولا معناها فرنسا توا قدام لو جيون المون باسكو لا فرنسا ابخي تو زاد احنا لو ماغريب نو سوم ان بيي عندنا بلداننا وعندنا تاريخنا وعندنا حضارتنا ما صارش كلمات الحق تكون جارحه الكلام الموذي لي مو امو اما توت لي كات كوز باش نرجعوا سي يوسف شاهد انا جو كخوا كو الاستراتيجيه اللي اعتمدوها وهنا نحيي الخدمه اللي عملها بريزونت سي مو سدي فوالا مستشار العالمي جا وقال له خويا احنا هذه تحب تزيد علينا تحب تجعل منها كذا احنا انا في اتموا لوبينيون المون المانيا فيها صحفيين كبار فيها رئيس عام فيها جمعيات ايزون انفليشي معناتها حلت هي لو ريدو بريس نتاعها الصباح قلت البارح القسم ان اوتر تون دونك انا مي دو لو دون سون فان اي سا سي بيان معناها يحسب ان سي يوسف اللي كان حسبناه دهشا ذهب الى برلين فاصبح شاهدا وان شاء الله يقعد ديما شاهد ما يرجعش دهش ان شاء الله تقول انت سو ترونسوند اليوم رئيس للحكومه فوالا
ولا في قطاعات اخرى وكذلك الدبلوماسيه نتاعنا تتلحلح وتتحرك وتمشي النولج دبلوماسي وتمشي الايكونوميك دبلوماسي وتمشي كذلك. وانه البارح نحكي مع دبلومات قال لي سي سيم راهو ماهوش عدائنا لجونجي يسافري تنجم انت كيما في امريكا جمعيه غير حكوميه او مراكز تاثير وتكوين الراي العام اوبينيون ميكر الاعلامي تنجم انت تلقاه معناها كحليف لا لشيء الا انك طرحت الاسئله الهامه او طرقت الابواب مش الخاطئه مش لا فالسا بوالتا لكن مشيت الباب الصحيح وبالتالي يؤتي اكله. انا نعتبره انه يوسف شهد في جلسه برلين بين كما كتب صديقنا ابراهيم الوسيتي الحيوه قال لا ديديتي افون تو فوالا تتفهم بيو ويحييه برشا ابراهيم ايوه معناها الكرامه قبل كل شيء قبل كل شيء تموت الحره توجور ولا تكرم ايوه لا تسقيني ماء الحياه بعزه بل فاسقني بالعز كاسا اي بذله تنتجها انا من وجه انه من بالعز اطيب منزلي ماجي خواصه دونك الحق في هذه باهي لكن يبقى ما يبكي لك كان شفرك وما يندب لك كان ظفرك. انا ماذا بيا زاد اليوم الاستثمار يرجع والزنزان يرجع وشفت البارح الواقع بتاع الانترفيو بتاع سي فاضل عبد اللي قال الناس يلزموا يحلموا لكن حلم غيزوني مش حلم بتاع اي يتحلي باب العرش وتولي في احسن يقوم يلقى قدام الدار عنده بورش وشختوره معناها برازيليه نو يحلم حلم ما يصيرش اعطيني الشختوره وخلي عندك البورش نتبرع لك بالبورش اقترح عليك انت والشختوره تعديوا على فرانكفورت نشوف شو باش يصير فيكم ان شاء الله هذوك باش يكون فمي في جنوتهم باش نغسل غدوه نحوسوا عليا في المطارات نتاع العالم حاسينوا ماذا بينا احنا وانه يوسف شاهد المي اون بران لا ميكانيك البارح حكى على الشارت التفتيو في قبل كيفين انا جو Je suis pour. Ou vas-y, ou tout ce qu'elle a fait à la sacrée. Ou amène un tifère comme un tifère dans tout ce sujet. Ou l'ouachter mène à quelle délicat. La cède ou le mo'almine ou il ou fait les revendications légitimes, bien sûr. Ou j'en amène un tifère chez le Nescon. Ou j'en amène l'ostasmal. Ou n'a pas commencé le sujet. Ou n'amène l'ostasmal. Ou ça de l'eau. وهذاك معناها باش يخلق وتيره نمو باهيه ونبدوا هالجوفرنور البنك سنترال ونحيوا تمسح نتاع الاحزاب اللي شادينها معناها كملوك طوائف المستاثرين كما صار ملوك الطوائف قداش كانوا 40 ولا قداش جماعه في شمال الاندلس وجماعه في جنوب الاندلس والاخرين على الثغور نسميهم للتجاران وكل واحد الشارد يا سيدي واللي هذا يضرب شد لقش لا المصحه العامه قبل كل شيء ويوسف الشاهد يبين انه ثم فرصه برك تجي في الحياه الفرصة متاحة له نجحت هذه الحكومة سينجح إن فشلت هذه الحكومة يوسف الشاهد باش يمشي فوندو مي اوغوزمون فما اليوم بعض الوجوه المبشرة معناها في الحكومة كسوسوا دي ساج معناها دي سينيور كيما سي محمد طرابلسي باغ اكزومبل والا فما عباد هذوما لي جون كي مونتو فو تقول أنت كيما سي فاضل عبد الكافي كيما سي سليم خلبوس وغيرهم من الناس اللي سامحني توا تبعت قلت البارح ثم لقاء وقع في تونس عملته الجمعية سو لا باريتي اون فام اي سوجي قديم هو جاو اربع وزراء وسميهم عماد الحمامي ايوه وزيرة الصحة ايوه هلا سمير اي هلا سمير عمل عين ايوه هذه اون جي عامله لقاء على باريتي اون فام وصديقنا شو اسمه سي رياض الموخر وكاتب دولة معه هشام بن حمد تو تافي ويدعم اربع وزراء في لقاء كما هكا قاعدوا يتطلفوا وانا ترونتان دو دونريان فوت سامحني قعدوا ثلاثة سوايع رياض الموخر ساعة تريبون يعمل لهم انا جو سوي جون ليبرال دو دروات انا ليبرال دو دروات فهمتني يخطب ومدام سامي العمري سامحني أربعة وزراء في ملتقى شو معناه هو زوز وزراء باش يلتقاو في ملتقى سي ديجا كيك شو ان ايفينمون سي دونتخ نو هذا يضربوا ضربه ويجي في تاع الحانوت انا كان جيت للسيد خاطر وقتها هو في برلين انا كان جيت للسيد نايت اوف بريزنير الشباب اربع وزن شو باشين تعمل في الملتقى اي تو تافي باشين تعمل يستغلوا والاخر طالع قلت لك يخطب ويقول لهم انا شو زان ليبرال دو دروات فشل لي مش معناها شو معناها ليبرال دو دروات اي ما عنده عنده التنظير ليبرال دو غوش ليبرال دو دروات تحكوا على ليبراليزم سوسيال وغيره باهي معناها باش يقول لك سي فري اون سالو لكن زاد بيا ترو دو تشاتش بارفوا في الحكومات شو اربع وزراء يجيو تسهم تصبيح خدموا ماضي ساعه لو من الملتقى هذا هي جمعيه بون جمعيه نحيوها فيس عامله ملتقى شو اذا تخدم تي كونسام شو جي قديم ما تعرف هذا اي سان فيو سان سيربون دو مير هذا
معناها سوجي مهم وعنا حين. لكن انا بعوز لوزيرة الصحة اخويا البلاد ماكلة بعضها والطب والباراميديكال والناس قاعدة تموت اون ديريكت في وسط الارجونس ولو بروميير سوا ما سماش والدوية الانفلاسيون وهي هذيك تطلح الطب في الامور. وزير الاخر البيئة مكتوف والبلديات على الاقل راهو الى تريتي 4 5 دوسي ولا استقبل عباد في الوقت هذاك. انا معك في هذا كاتب دولة وثلاثة وزراء في ملتقى شو لا باريتي اون فام وضربوها صبحية كاملة وطلعوا على البوديوم ويخطبوا يقول لك انا اللي بين دو دروات يعيط بالحسب روحك تدين انت ولا تروسكي ولا جمال عبد الناصر في تمكو انتر نو نحييو كونت يا دو جون ميدسان دو جون مامور في غوفرنمون يخدموا لكن كذلك نقولوا للناس الاخرين يزيكم الترفيح مشيو خدموا وزافي دي دوسي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اجدد بي ازري واشركوا في امري هكا ولا الوزير هو من يحمل الوزر معك باش من يمشي يتنفحوا في الملتقيات اللي يستغلها كمان ايه وما تنساش عاد هذوما اللي زون جاي سي سفيان مربوطين بالاحزاب معناها توا كسوسوا بافاق بالنهضه بالنداء دونك ما فيها باس انه نرضيوهم هذوما جماعتنا وتقعد لنا ديما كالعقده القديمه الجديده نتاع انه الولاءات والى ما اخر ذلك القبيله فوالا اكزاكت القبيله دونك مثلا قبل كانت توا سياسيه اي انا نشاطرك الراي يفو معناها اون دوا ميتر دو لوردر زاد اليوم في الحكومه سيغتانمون معناها ما فما احسن كيما توندو اون بيل بيرش اليوم توا الحكومه تسمت عام 16 ولا تسمت 28 اوت اي 2016 يا خويا احنا اليوم 28 فولار هذا فبراير 26 16 فولار اي فولار اي 28 فولار قولوا لي سي شباب انا نشوف باش نعمل بيلون اللي يصلح اللي ما يصلحش بالسلامه اللي ما عجبوش حب يعمل سياسه انت باش تجيك الوزاره بخدمه الشان الحكومي عندنا شباب بطاله عندنا تصدير واقف عندنا استثمار ما سماش عندنا وضع امني وبيئي وضع الامن الغذائي بتاعنا خبطاء التاج ما سماش البيئه في تدهور مضطرد عنا استحقاقات جايه وراه يلزم الدوله تخدم بصراحه هو نفسه سي يوسف الشهادي يعمل هالاكزامان دو كونفيونس اكزاكتلي والا يهز الحكومه دعوه متلازمه ويجيبوا له فرانكفورت ايوا يعملوا لهم لافوي ليه معناها توا تشوف باغ اكزومبل وزير الطاقات معناها وزيرة الطاقة معناها اللي هي الشيخ روحه معناها كي ميم اكوتي دو لابلاك مع احتراماتنا لها شفناها في الازمات شفناها حتى توا تعرف توا تيكس دو لوا انكور اون فوا معناها التيكس ابليكاسيون نتاع القانون للطاقات المتجددة مازال واقف شفناها حتى في وقت تتكلم اني با كونفانكونت فيزيبلومون انه ميتريس با لو دوسيي معناها انا العصفورة قالت لي دام جاية من توا هي وعندها كيف جايين من القطاع الخاص وغيره لكن قالوا لها ما لمش القصة قلت لها اي ما بعد لك ما بعد شيء على بعضه معناها ما بعدها على صفات العبد الكافي معناها انا نراو عندنا الدوفري ميو فير فهمني وزاره السياحه زاد كيف بولي ميو فير علاش على خاطر اليوم عندك لونتيتي والوزاره قاعده تتحرك كمان وزاره السياحه وزاره السياحه 72 مدى معناها في قلبنا فما فما دي كيستيون كيفو سوبوزي ريالمون اليوم حاجتهم من جهه حكوميه اليوم راهو سيت اون شارج معناها تعملها والبيجي قيس الشبسي اللي هو عنده عليهم باعتبار ان الحكومه هذه كما متناغمه مع رئاسه الجمهوريه مش كما كان قبل اي بو معناها اغيوني سا فيان دو اغوي احنا نقولوا يهمز ابله صغيره هكا فهمتني ينشعوا احنا نقولوا في البربري هكا ينشعوا ينشعوا شوي ينشعها من البلبوش وشي معناها يوسف ليس دهشة او شاهد ولا يعمل اكزامان للحكومه نتاعو ويا اخي مش الاعتبارات الحزبيه اللي تغلب ثم وزارات ما تعرف في شيء فهمتني سامحني تركيا عملنا معهم اتفاقات انا احكي لي واحد شاهد عيان وقت عملوا الاتفاقات الوزراء نتاعنا فهمتني يمشيوا للوزراء نتاعنا يمشيوا للطرف التركي في اللوتيل تو وزير ويستقبل طرف تركي ضيف في وزارته مش يمشي له اللوتيل ويستنى في الفاكس معناها
باش يعطيه باش نعمل كل الاتفاقات المخزية باش نولده من تركيا الحديد وحنا الفولاذ قاعدة تبرك ومن بعد تجيك تركيا تقول لك ناخذ الفولاذ فهمتني كيما في الدبلوماسية تتفكروا في قدم واخر وقالوا تركيا باش تبني لنا المعهد الدبلوماسي يبنى حق ومن بعد نحاها الوقت حبيب السيد في الداخل نحاها ومن بعد قالوا تركيا باش تعمل المنظومة التطبيقية الإعلامية نتاع وزارة الخارجية وليد عمي الله 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 وليد عمي الله هما ديجا باش هذا يتجسوا كما ينبغي ندخلوهم لمصالحنا فهمتني وزارة الخارجية معناها ما تعرف الخارجية سي دي شوز تري امبورتونت معناها أسرار الدولة الكل فيها التوجهات نتاع الدولة المراسلات الحكايات وغيره الانترنت اللي بيناتهم دي كود اللي يخدموا بهم لي شيفراج لا فاليز ديبلوماتي لاطلاك كسرت ماما قدموا واخر وقالوا هاي هاو باش نبنيو لكم علاش باش تبنينا احنا انكابابل باش نبنيو وثانيا شو معناها تعمل انت المنظومة التطبيقية نتاعي في وزارة الخارجية انت نتاع الإعلامية وقت نفكر فما واحد مشى سلاحبي بسيط سلاحبي راح تصير فيها قالوا ها قالوا شنو قالوا بلا قولوا الامباشادور نتاعهم الاعتمادات اعطيناها لوزاره التجهيز وكهو ما نعرفش نعملوا هذا فهمت وبفلوسنا عاد فهمت معناها كل شيء من عندنا وهما اون بلوس يجلسوا عندنا شفت معناها هني الوزراء وين انا توجبت على مثال خاطر احنا بليتو نخدموا بالامثله فهمت ونخدموا بالامثله الصارخه اربع وزراء صبحيه والله كان يزون تريتي شاكان دوسي ولا مدام باغ اكزومبل سامي لما استقبلت السنديكا ولا استقبلت عميد الاطباء ولا شفت الدوسي نتاع التغا ميديكال ولا حكيت مع منظومه الادويه في السبيطارات ولا على الرشوه في البلاصه الفلانيه ولا على تهريب الادويه في البلاصه الفلانيه لو كانت خير معناها يلزمها تفهم انها هي غاديكا عندها اون شارج قطاع الصحه وهو قطاع مهم جدا يعني قطاع الصحه اللي هو في تاريخ تونس كان دائما يلعب في دور كبير منذ القدم وخاصه في العصور هذه بناء الدوله العصريه الصحه تماما دو بون بيرفورمانس في تونس فيها مالغري تو لكن توا مبينه بعد العديد الاعتبارات يعملوا ان بيلون ست شهور ان بيلون اليوم اعطي فرصه لغير وزاره النقل شنو قاعدين نعملوا العباد يوميا في العذاب. انت بالحق مشيت المطار عذاب ولا مش عذاب؟ الحقيقه نكونوا واضحين يعني. انا يعجبني مطار تونس خاطر علاش خاطر تقول له نعمل ديكالاج اورير. انا لاني كنت صغير في باب الله يرحم الحاج. يمشي الحاج كان المطار العوينه تعيش وتلحم. كنا نخرجوا نكلموا فيه في المطار اللي طلع في الباسيل. يا حسن. يا حاج يا حاج. يقول لها اش بيك يا زكريا؟ تقول له يقول له موكل بنادق لاباس. يقول لها وعلى فكره يا ابو سلام والله هذا صغير هكا لو ما تعرف كنا نخرج نبداو نشوفوا في الواحد طياره قدامنا ويطلعوا هما في الباسخين على فكرتي كوم سا دونك انا تو كي ندخل مطار خرطاج سا مي بيرمي دو فير ان ديكالاج اورير دو بليزيور ديسيني نرجع نشم ريحه تونس قبل وقت كان دهديه وفيها كاليس وبابا بالكلباك بتاعني بالكلباك يبدا يحيي فينا فهمت بالكلباك من الباسخين تحت الطياره واحنا هكا زغزغ فهمتني لانه كان يسر يسر وكان صحافي كان ديما يسر وكان مغروم يمشيوا للحج عندهم حركه كامله حسيلو توت اون ايستواغ راكونتي طويله اما ان توكا ما تفهمتهمش خاطر مش بعيد علي انا شفته توا 45 سنه كان وكان صغير ونخرج ونمشي امي بالسفساري نتاعها وتقول يا حاج باش نتوحش يقول هي يا زي الناس تسمع يا زي يا بنتي قال لها يا زي بعد امي هكا وحدنا واحد اخر يا حميده انت شنو والاخرى يا حسونه يا بيا اسمع رد بالك والاخرى بربي في الصف واعمل كذا انا عشت هذوما انا صغير انا عندي ذاكره عشتهم دوك ما تعرفش قرطاج سي جوراسيك بارك جوراسيك بارك فوالا ان شاء الله على كل اي فوالا انت ما خديتش الناقل الوطني قالت ني سير ما عملتش روتال باغيتي لا ولا كالعاده لا لا والله بون بالحق ما تعرفش في تونس اي ما خاطر قال لك بنيه اجنبيه ايوه قال لك فما حاجتين نقرضوا معناها تعرف في الدنيا ذي حاجتين فما الديناصور وطياره تونسيغ تجي في وقتها معناها بدون تحامل على الشركه الوطنيه معناها تي تعرف باش يعملوا باش يدخلوها الجينيس بوك جينيس بوك ثلاثه طيارات يجوا في الوقت ويمشوا في الوقت ويمشوا في الوقت باش تدخل الجينيس بوك ونفوا في فوالا معناها الي الموت احنا بنيها على الحادثه نتاع اربع وزراء في البلتقاء اي فوالا يكتب ويحكي ولا معناها ينظر دو توكفيل ولا فهمت اي فوالا هاي العصفوره كانت قالت لي راهو لورغانيزاتريس سي سفيان نتاع ليفينمون هذايا اللي صار معناها من افاق تونس دونك لا زهره بن نصر دونك هذاك علاش اللي مشى لها سي رياض ولا سميره تقول لي كان عندهم وزير ثالث راه مشى ما شفتش نعمان انا مشى نعمان دراوين دخل في ايبرناسيون اذا لصديقنا نعمان الفهلي لا هي الجمعيه مش خايبه لو وباهي وعامله حاجه شفت هي فيك لونيون اوروبيان
اما هاكا اشعب معناها مشى هم عقليه اشعب سمع ابو وليمه مشى قال تعرفش كيفاش هاي نمشي نتقصد ثم قصعه من غادي ثم شما نقول كلمه ناكل حشوشه حاجه كي هكا فهمتني نلقى حويجه دونك انا غالب انا فريمون جيتي ايتوني صارت عنده ثلاث ايام معناها وسميت هذيك الجمعيه الفاسده يعني موضوع مهم والجمعيات نحيوها والعمل الجمعياتي مهم ولو هي حره باش تكون تنتمي الحزب ولا غيره لكن اون فا با ديبوشي لو غوفرنمون على حزبي ولا غير حزبي ليه وشوفوا سختو هذوما زوز قطاعات مهمين خلينا نقولوا ثلاثه وزارات مهمين معناها وزاره رئيس الحكومه رئيس الحكومه في برلين معناها غيب يا قد فهمتي فاش غيب يا قد كان بوا غادي خلينا نمشي نلقاو غلطنا في الحكايه انا جو تخوف اللي سي كافالي معناها اليوم سامحني لازم نبدلوا الامور ريالمون ما نفهمش كيفاش ثم اربع وزراء في ملتقى على اهميته يعديوا صبحيه كامله وفي الوزاره شنو ثم ما ما يلاقي مثل بعضها وثم دوسيات وثم نقابات وثم بيرسونيل وثم ريسورس هيومان وثم وتشوفهم الوزارات من وزاره التشغيل اللي ما عملت حتى شيء عندها من اسماء العضاد هي وزاره التبطيل كان مش التطبيل وزاره الصحه اللي هي مريضه كريمه وزاره البيئه اللي هي احنا عايشين في الوسخ ومسخ والحاله والحليله وكاتب دوله للتجمع دونك اللي اون اوري بي كومان فير فوالا حضور وزير حتى في البروتوكول تتنظم كيما المشيان للسفارات يا اخي ما يحضروش اكثر من زوج ثلاثه شلون تلقى لوكوتاج كله مش كل تعمل فلوس. لا اوغوزمون نظموها لو حتى ديغنيغمون صارت لانجلتير عملت حاجه باش معناها باش كي جات سفيره جديده دونك دوكو ما فماش وفد حكومي كبير معناها فما من يمثل الحكومه التونسيه سي امبورتون انه نرجعوا للنواميس نتاعنا تعرف الدوله عندها نواميسها انا لي فوندامونتو ولا احنا دوله عريقه وعندها دبلوماسيه وعندها وجود وعندها كذا واليوم معناها باش نعملوا مؤتمر يمكن كما قلنا البارح البريمير مارس نتاع وزاره الخارجيه ويمكن مؤتمر قمه على مستوى الرؤساء كذلك وفيه تونس والجزائر ومصر بيان سور المغرب يكشف فاكتو باعتبار وانه صار مسيره الصخيرات هذيك تو تافي اتفاقيه الصخيرات وتصويره كبيره وتتعطاو المغرب دونك اليوم كما قلت فوندامونتو مهم جدا نذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اكزاكتومون ميرسي بوكو سفيان غدوه سيغتانمون ناخذوا مراسله من عندك على الحدث اللي باش يتم لدعم السياحه التونسيه في براغ نقول لك تخي بون جورني ان شاء الله نهارك اسعد الايام ميرسي بوكو فوالا دونك كون جو مونجري دو لا شوكروت نذكرك فوالا اكزاكتومون انويل يا سيدي هكا انويل احمد زاده كيف كيف هاو يسلم عليك نوتر جون فوتوغراف على كل سلم عليه وسلم على الشباب الكل اكزاكتومون ان شاء الله تونس تبقى ديما في العلالي وانا كون جو في براغ كيفاش وليت قلت احنا زاد اون بوغا دوفوني خير من براغ ان شاء الله بلاد من اعز بلدان العالم اللي انت قاعد تحكي من بلاصه من اعز بلايص العالم اللي هي ولايه نابل عندنا لي بوتونسياليتي اونكور فوتيل افوار لا تيت احنا مالوريزمون اون اكو لي جامب لو فونتر اي لو با فونتر بون لو با فونتر فوالا رد بالك رد بالك من في الفوي الجاي نتاع فرانكفورت على كل فتحي حرابي تعطينا اخبار الثمانيه نتاع الصباح بعد الثمانيه بعد اخبار الثمانيه سختمهم عدنا يكونوا مع اخر اخبار الرياضه مع الزملاء في فريق الرياضه بعد هي الحديث بقيه ضيفنا اليوم دكتور سمير طرابلسي وحديث اليوم حول لا غوفرنونس والاهميه نتاعها مرحبا بكم وين ما كنتوا هذه برايم تايم كبرنا معكم حتى العشرة صباح الفل تونس الكل مرحبا بكم وين ما كنتم كملي معاكم حتى للعشرة متاع الصباح في الانترفيو دو جور اليوم باش نحاولوا نحكيو على مفهوم برشا عباد ماهوش عارفينه معناه 100% نحكيو عليه منذ الثورة ومنذ حتى قبل الثورة لا غوفرنونس شنو هي الحوكمة كانت عندنا هيئة عندنا وزارة كاملة متاع حوكمة عندنا هيئات اليوم للحوكمة عندنا حتى وزارة الحوكمة والوظيفة العمومية ولكن خلينا نقولوا أسماء مملكة في غير سلطنة تو سامبلومون خاطرنا باغيكو مانيش فاهمينها هذاك علاش عندنا واحد من لي بوانتور في الدومين هذايا وهو اون فيغتي الحقيقه ناسيونال سعداء اليوم باستقبال الدكتور سمير الترابلسي اللي هو استاذ محاضر في جامعات كندا. L'interview du jour.
L'interview du jour. Docteur Sabah Hanour, مرحبا بك. شكرا قبولك دعوة صباحية. Okay, on a profité معناه de votre visite en Tunisie. On a l'échelé نستدعوك. قليل الظهور على مين. مرحبا. صباح الخير سي حسن وبارك الله فيك على الاستضافة هذه. يعيشك أنت أنت أستاذ محاضر وكيف كيف هيد أوف ديبارتمنت في جامعة بريتش كولومبيا وزاد كيف كيف أستاذ زائر في عدد جامعات عالمية منهم هونغ كونغ وغيره. سامي طرابلسي أستاذ محاسبة وحكمة في جامعة بروك يونيفرسيتي في أونتاريو في كندا. في كندا اوكي بيه دونك سي سمير نبداو بداية شو معناها حوكمة غوفرنونس؟ هي الحوكمة تفرض شاك فوا كو ان جروب مجموعة عندها الإمكانيات لكن ما عندهاش الكفاءة باش تسير. اي فهمتني؟ كي تبدا ما عندهاش الكفاءة تولي الانجاج دي جون باش يخدموا بك الاستثمار نتاعهم باش يوصلوا ان روندمون اوبتيمال على الانفستيسمون نتاعهم. معناها الحوكمة هذه تنجم تكون في شركات عمومية مدرجة بالبورصة، نجم تكون في الدولة، نجم تكون حتى في شركات عامة. فهمتني؟ الحوكمة هذه عندها كلفة. أيوة. لكن عندها عائدات. أي معناها مجموعة مش تستثمر في الحوكمة إذا تكون العائدات خير من الكلفة متاع الحوكمة. فهمت كيفاش؟ سي رونتابل يقول القائل معناها الحوكمة. فما دي نورم يظهر لي على الشيل انترناسيونال دكتور سامي طرابلسي يتعاملوا بهم، يقول لك باغ اكزومبل يظهر لي معناها 10 دولار باغ بيرسون هكا مفروض بأنه الدول المتقدمة تصرف على لا غوفرنونس. هو الحوكمة معناها كما قلت لك فيها آليات. الآلية الأولى هي مجلس الإدارة. الآلية الثانية هي لا ريمينيراسيون دي ديريجون. الآلية الثالثة أنك تعطي أسهم نتاع الشركة للديريجون. هذوما الآليات الخصوصية اللي يتغيروا من شركة لشركة. لكن ثم آليات زادة كسون افيل لي ميكانيزم دو غوفرنونس اكسترن. اللي هو سوق الشغل نتاع الديريجون، لو مارشي دي بريز دو كونترول، وثم زاد كبار الشركاء سكون ابيل بلوك هولدر و اكتيف شير هولدر، وثم اوسي لي ديفيدوند اي لانديتمون. زاد هذوما زاد اليه من اليات الحوكمه. لكن كل بلاد عندها الخصوصيه نتاعها باش تاخذ شنو هما اليات الحوكمه اللي يخليوها تكون معناها التصرفات في الموارد المالية والبشرية تكون أحسن توظيف. معناها نوظفها أحسن توظيف. ولا اليوم هل عندنا رؤية في تونس للحوكمة في حسب تقديرك دكتور سمير طرابلسي ولا إيه؟ والله أنا اللي قاعد نشوفه من برا معناها نجي لتونس أما اللي قاعد نشوفه من برا أنه حسب رأيي أنه الثقافة متاع الحكمة هي ثقافة التشريع. شو معناها؟ قولوا لنا شو لازم نعملوا تو نعملوا لي مينيموم هكاو. لتو مازلنا ما وصلناش باش نشوفوا لازمنا نستثمروا في الحوكمة. فهمتني؟ كيفاش نستثمروا فيها الحوكمة؟ معناها نخصصوا لها ان بودجي ندعموها. أول حاجة الساعة لازم نكونوا احنا مقتنعين أنه الحل الوحيد باش نخلقوا ثروة وتكون الثروة هذيك أوبتيمال هي عن طريق الحوكمة. مهما كانت الأورجانيزاسيون معناها. فهمتني؟ الحاجة الثانية اللي لازمنا معناها لازمنا زادة نكونوا كفاءات في الحوكمة. فهمتني؟ معناها أنه نصور في تونس المشكل أنه ولازمنا نعملوا ساعة دراسة على شنو هو الآليات الحوكمة الموجودين في تونس. كسوسوا في لي سوسيتي معناها كوتي في لي بنك في لي سوسيتي بوبليك. ونجيبوا الناس معناها اللي كانوا معناها هما امبليكي في الحوكمة هذه وناخذوا رأيهم. مش كل شيء مسقط يا سيدي يهبط. معناها يا با موديل تقول انت حاضر اون دوا كريي نوتر بروبر موديل تونيزيان. يعطيك الصحه خاطر هي الحوكمه شنو يلزم شكون باش تطبقها الحوكمه. ثم ديزاكتور ايكونوميك باغ اكزومبل مجلس الاداره فيه ناس باش يطبقوا الحوكمه هذيك. لازم يكونوا هما ديجا مقتنعين انه الدور نتاعهم هذاك فيه نفع
للمجموعه هذيك المعينه. فهمت كيفاش؟ انتم عاملين باغ اكزومبل انت وعدد من الاساتذه الجامعيين اللي يقريوا في جامعات شمال امريكا، عملتوا في ديسمبر 2015 تحديدا، عملتوا سيمينار، عملتوا ورك شوب زاد كيف كيف حول الحوكمه اليوم في البنوك العموميه تحديدا، معناها وكانوا فما بوكو دانترفونون دي بوانتور كو سوا من برا ولا من تونس جاو وحكاو. قدمتوا اون فوي دو روت تقريبا اليوم للحوكمه داخل البنوك العموميه في تونس. صحيح صحيح. احنا عندنا الجمعيه دي نتاع الاساتذه نتاع المحاسبه والماليه في امريكا الشماليه. نعم. علاش تكونت الجمعيه دي؟ اول تكونت باش خاطر احنا لي دكتوران لي بروف دونيفرسيتي اللي في تونس ما ينجموش كل يمشيوا لامريكا وكندا باش يحضروا في لي كونفيرونس دي نيفو. قلنا في عوض هما يجيو ونمشيو احنا غادي نعملوا ان كونفيرونس على امريكان ولا على كنديان. الهدف الثاني نتاع الجمعيه هذه اللي كوناها هي انه خاطر نشوفوا حتى خاطر انا تونسي قبل كل شيء، كنت في تونس وعملت الديوان نتاعي في تونس ونعرف كيفاش يصير البحث العلمي في تونس. ثم توت ان ديكوتومي انتر لي زونيفرسيتي والموند براتيك. فهمت؟ الجمعيه نتاعنا تقوم تقول نعملوا ابحاث، نشجعوا الابحاث اللي تحسن من لي براتيك دافير في تونس. دونك الكونفيرونس اللي عملناها عندها دو فولي. النهار الاول عملنا كوم ان جورني بروفيسيونيل. ايوا. قلنا الناس الكل تحكي على الحوكمه الرشيده وليت رشيده من غير حوكمه معناها. اي رشيده من غير حوكمه. قلنا نعملوا احنا نعملوا اونيتي سور لي تيران. كفاءات تونسيه، ثم تروى دكتوران تونسه عملوا جرد على اليات الحوكمه الموجوده في البنوك نتاعنا في تونس. اش قلنا احنا؟ شنو الدراسه هذيا؟ قلنا نمشيو للسيت ويب تاع البنوك. اي. ونشوفوا يعطيو فينا في المعلومه على كيفاش الحوكمه نتاع البنوك ولا. كيعطيو هنا باش نقارنوها باللي براتيك انترناسيونال. لكن نحب نعمل سات احمر هنا. معناها لي ديرني دو نوتر معناها الميساج هو انا مش نقولوا ما انا قلنا لكم وانا اعملوا اون 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 سبورت با اون دونور دي ليسون. احنا نقولوا هاو ال هام لي براتيك تونيزيان هام لي نورم انترناسيونال. التوانسه اللي هما سور لي تيران ومعناها وناس اللي تخدم في تونس وتعرف لي تعرف لا رياليتي سور لي تيران في تونس هما اللي يحطوا الخط الاحمر فيه. فهمتني كيفاش؟ مش على خاطر في كندا ولا في امريكا يلزم 100% من لجنه التدقيق يكونوا انديبوندون، يلزم بشرط هي في تونس نعملوا كيك. ثم الفو ديفلوبي سكون ابال لو موديل دو غوفرنونس تونيزيان. مي الفو لو ديفلوبي مش اون سي فري اون سيسبيرون معناها باللي زيتود انترناسيونال اللي براتيك. لكن قبل هذا الكل لازمنا نشوفوا معناها لي زاكتور ايكونوميك في تونس اللي هما امبليكي في الحوكمه هذيا تاع البنوك. ولا نتاع الشركات نتاع الشركات كيس كي لون بونس. خاطر اني متاكد للناس هذوما ماذا بهم اذا اردت ان تطاع اطلب ما هو مستطاع. ماذا بهم يلفو يفون لور دوفوار مي يلزم يلفو لي زامبليكي. اي حاجه تبدا مسقطه هكا وتبدا اذا حاجه تبدا مسقطه تبدا مش وعين اليوم احنا ونا با سي دو غوفرنونس اوبخي دو نو بانك على الاقل بوبليك نحكيو على بانك بوبليك. لا اللي شفناه انه برشا بنوك ما تقولناش يمكن هم قاعدين يعملوا لكن ما نعرفوش ماهيش موجوده على السيت انترنت نتاعهم. واللي موجود في السيت انترنت معناها كومباري للي براتيك انترناسيونال اقل. بون الفو دوموندي باغ اكزومبل خاطر شنو هي البنوك العموميه نسالوا الدوله علاش احنا ما نعملوش. ماكش الدوله عندها ريزون علاش ما معناها لي زيكسبير كونتابل يسيج با على الاوديت على الكوميتي دوديت. معناها يبدا عنده واحد معناها لي كوميتي دوديت اللي هما مش يفحصوا قوائم ماليه وكل. ما ثماش ناس عندها مغلبهم ما ثماش ناس عندها تيتر ديكسبير كونتابل الناس اللي تفهم في الكونتابيليتي. سي سور كو معناها اما لي زاكسيونير معناها الشركاء تاع البنوك الخاصه ولا الدوله عندها لي زارغيومون نتاعها علاش الوضع هذا. واذا معناها ينجم يحسنوه ينجم يحسنوه. فهمتني كيفاش؟ باغ اكزومبل زاد لا ديفرسيتي او سان دو كونسي دادمينستراسيون. معناها ثم برشا ابحاث في كندا وفي امريكا وفي الانترناسيونال
يظهروا أنه لا ديفرسيتي معناها التعددية في المجلس الإدارة تحسن من أخذ القرار. شو معناها التعددية؟ دونك أباغ أومي فام أي معناها أول حاجة لا بريزونس دي فام أو نيفو دو كونسي دادمينستراسيون. هذا اللي حاجة ناقصة في تونس. أنا نتذكر حتى في الورك شوب هذا جبدتوا عليه وقتها في لا جورني الأولانية جبدتوا قلتوا فما يا بو دو فام اليوم في لي كونسي دادمينستراسيون في تونس. أي تواني باغ إكزومبل نجي نقري في الطلبة نتاع الدكتوراه في الكونتابيليتي والفينانس ونعمل دي سيمينير. قول لك 99% أنا بنات وما شاء الله عليهم ممتازين. دور عندي أنا ثلاثة طلبة تو كجو كو سوبرفيس في هونغ كونغ بنات متألقي. جي تشوف لي كونسي دادمينستراسيون ما ثماش هذوما باهيين باش يعملوا دي دكتوراه مش باهيين فور لي كونسي دادمينستراسيون وهذوما يفون دي ريشيرش اون غوفرنونس راه. دي ريشيرش كريديبل راه معناها وناس ما تفهم بالدا في الحكم يكون أكثر مني تصور. هذه من لي فاي اللي موجوده دونك واش معناها انه تكون فما تنوع داخل خاطر التنوع تولي ثم ان ديسك مع ديفيرون بروفيل ديفيرون دومين صحيح فهمتني مش كان معناها اون فام باغ اكزومبل دي انجينيور دي 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 جون كي سون كي اون اكسبيريونس انترناسيونال عملوا تجارب البرا خدموا في بنوك البرا التنوع هذاك يحسن من اخذ القرار في مجلس الاداره ويحسن من المردودية. هل لوتر سيستيم بانكير دكتور سامي طرابلسي ات انكور اركايك؟ والله اجي نقول لك انا راني مش مختص في الميدان البنكي 100% لكن نعرف اي لكن اللي نقولوا احنا البنك نتاع لي بنك نتاعنا متشتي وهذا ان بروبليم تاع حكم زاد جوستومون معناها الفو كان جور يقعدوا معناها لي برونور دي ديسيون بيي اسكو اون فو ما نحبوا البنوك نتاعنا تكون كومبيتيتيف على الشيء الانترناسيونال ولا لا اي فهمتني اذا نحبوا كومبيتيتيف على الشيء الفو معناها يكون عندنا انت كنت مع لا فيوزيون اليوم نتاع البي ان ا ولا من ولا بنك دو لابيتا ولا اس تي بي في بنكه واحده ولا لا تجميعهم والله يجي نقول لك اذا الفيوزيون هذه سير ان بروجي ومعناها باش يخلق افي دي سينرجي بالعكس هذه حاجه باهيه اما فيزيوني جوست بور اوغمونتي معناها لو كاب معناها باش يكون عندنا كابيتال كومبيتيتيف والحقيقه هي خيبه المسعى معناها فهمتني كيف خاطر قاعد شفنا باغ اكزومبل دوتر بانك اونتر اوتر معناها في المغرب ولا في غيرها قاعدين اليوم خلينا نقولوا الانفايس لو موند كيما وفا بانك باغ اكزومبل انا الحقيقه معناها احنا في تونس لو بروبليم تو باش نخرج من الكاليتي نتاعك استاذ جامعي وكا اوبسرفاتور معناها انديبوندون ما عمرنا ولا عملنا ان ديبا سور كومون اون كري لا ريشيرش ناسيونال كومون اون فا بارتاجي سيت ريشيرش ناسيونال اي كيل سون لو فاكتور دو كلي دو سكسي معناها كيفاش بننجحوا فهمتني الناس الكل قاعده الفي لو ميكرو مانجمنت معناها كيما دي بومبي بيان سور اذا نهار معناها اخذين القرار في البلاد هذيا يقروا باش يعملوا لو فري ديبا الثروة خاطر الناس الكل يقولوا التونسي ما عندوش امكانيات ما عندوش فلوس الدنيا غالية ما هوش قاعد يخلص بالكدا زيدوا في الشاري ما ثماش فلوس مي كيفاش معناها الناس باش تولي تعيش بالكدا في العالم الكل الفو كري لا ريشيس كومون كري لا ريشيس اليوم هذاك اللي ديبا ناسيونال اللي عيطوا باغ اكزومبل النقابات الاتحاد نتاع الاعراف الناس الكل يفو امبليكي تو الموند باش يقولوا اي خويا احنا في البلاد هذيا فوالا لو موديل بار لوكيل اون فا كري لا ريشيس ناسيونال. وهاو كيفاش نقيسوا النجاح الناس الكل باش الناس الكل تكون خاطر الفو ات ريسبونسابل سوسيالمون اوسي بيان لو بلونور دي ديسيزيون كو لو معناها لو سانديكا مي لو سانديكا الفو لامبليكي ويكون هو يقدم سون موديل كومون يل فوا لا كرياسيون De la richesse aujourd'hui. Ben, une fois qu'on s'est mis d'accord, comment on va créer la richesse? Comment la partager? Bien sûr, je suis maintenant en Hong Kong Polytechnique, comme c'était hier, où les collègues de Hong Kong, le gouvernement de Hong Kong, qui a un surplus budgétaire, فرقت الفلوس على المواطنين على المواطنين ان شاء الله يا ربي في تونس نهار يولي عندنا سيربيس فيجيتير والدوله تقول يا سيدي تو احنا اون كري لا ريشيز وزدنا وناس كل ولات عايشه بالكدا وعندنا فائض ومش نرجعوا لكم باهي ان فات فهمنا وقتها باش يدخلوا البنوك
comment on va financer la création de richesse. On va le financer من داخل البلاد من خارج من برا وهنا ترجع القوة نتاع الحكمة معناها تقول انت اليوم زاد كيف كيف مسألة أخرى ندخلوا موضوع في موضوع هي مسألة لادات اكستيريور اليوم برشا عباد يقول لك اون دو فيغ معناها ليكيليبر بين لادات اكستيريور ولادات انتيريور انت مع النقطة هذه ولا لا؟ والله أنا معناها لونديتمون اون توك ساعة توا قاعد ندخل في ميدان بعيد عليا جو سي كو فوزيت اوسي اكسبير لا اكسبير ربي يعفو عليا نكون اكسبير مازلت بريكولور هو سنديتي مش مشكل مي il faut qu'on s'endette pour créer de la valeur. Si on s'endette pour créer de la valeur, بالعكس حاجة باهية. علاش لا؟ فهمتني؟ مي سنديتي وما عندناش احنا ما عملناش ان ديبا كومون اون فا كري لا فالور. معناها يولي معناها كيما قلت لك سيت ان جيست بور معناها كيما ان جيست دو بومبي. فهمتني؟ دونك كيما قلت لك الحكمة الرشيدة لهنا سي امبورتون. علاش؟ أنا نعرف الناس الكل تمشي لبرا باش تطلب معناها المساعدة الأجنبية وكل راهو ثم أبحاث وإن شاء الله نتمنى أنا في نو مينيستير وكل يكون أن ديبارتمون دو ريشيرش يكون ديما يتبع في آخر الأبحاث العالمية في حكاية الاستثمار الأجنبي وكل راهو المستثمر الأجنبي ما يمشيش لبلاد الحكمة نتاعها تعبة برشا ولا لا بروتيكسيون دي زانفيستيسور تكون ضعيفة فهمتني؟ دونك اذا المستثمر الاجنبي ما يمشي كان البلاد وين ثم لا غوفرنونس اللي فورت اي لا بروتيكسيون دي زانفيستور اللي فورت vous appelez اليوم انه معناها on doit mettre en place toute une stratégie اليوم de gouvernance للدوله التونسيه يكونوا فيها مساهمين فيها معناها لي ديفيرون اكتور بلوز او موان يعني اللي نتمنى اذا ثم وزاره هي نتاع حكمه ووظيفه عموميه ايوه فهمت والوظيفه العموميه اللي نتمنى انه الوزاره هذه تفتح تعمل كيما نقولوا معناها دي ان ديبا مع لي زاكتور اون غوفرنونس كسوا لي في لي سوسيتي بوبليك خاطر قاعد نسمع لي ميت هذيا يلزم نخوصهم لي سوسيتي بوبليك هذوما تو كي نعطيهم للبريفي تو يوليو خير مو صحيح المشكل مش انه ما عندهمش مردوديه سي ان بروبليم دو جيستيون اليوم سي ان بروبليم دو غوفرنونس سكون ابل اون انجلي il y a un problème ce qu'on appelle asset use problem. ثم un problème d'utilisation d'actifs. ثم عندنا des actifs qui sont en place. Mais malheureusement, peut-être qu'on n'a pas le PDG سيد المناسب في المكان المناسب ولا ثم سيد المناسب لكن il n'est pas encadré par un conseil d'administration qui est en train de lui conseiller sur la stratégie, sur la vision de l'entreprise, sur le facteur clé de succès. بالعكس السكسي نتاع لي سوسيتي بوبليك هذوما مش لا بروفيتابيليتي فهمت؟ دونك معناها الفو كو سو مينيستير لا يحل ان ديبا افيك لي زاكتور ويجي يقول لهم يا سيدي شنو هما لي براتيك كون في كون اي اون تران دو فير لي بون براتيك لي بون براتيك ثم 200 120 هات نتفقوا شنو هما لي براتيك اللي يلزم نعملوهم باهي Une fois qu'on a ce qu'on appelle les bonnes pratiques de gouvernance. Oui, qu'on s'est mis d'accord, voilà. C'est mes chériquettes, on ne peut pas faire 25 ou 30 ou 1 ou 1 ou 1 ou 1. Ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon, comply or explain. Et tu t'abbaques, qu'est-ce que tu t'abbaques? Tu ne t'abbaques, tu ne t'abbaques pas. Tu ne t'abbaques pas. خاطر العباد ما يزمش يقولوا معناها الواحد يجبرهم باش يطبق دي براتيك اللي بالكش ما يستاهلوا ما سون با بيرتينون بور سيت اورغانيزاسيون بيان ديتيرميني فهمتني نرجعوا اونكور اون فوا سي سمير معناها للندوات اللي قمتوا بهم قمت زاد كيف بندوه اخرى في جويليه اللي فات وناويين كاساتذه اليوم محاضرين وكذلك اساتذه جامعيين في امريكا الشماليه انكم تقدموا اكثر دوتر سيمينير دوتر زاد كيف خلينا نقول تحاولوا تنقلوا الخبره نتاعكم انتم للتوانسه اللي موجودين لهنا. اي في الصيف عملنا اون كونفيرونس سكون ابيل لو سمر اكونتنج اند فاينانس كونفرنس. وصدقني سي احسن وقت اللي جينا قلنا في الكونسي دادمينستراسيون باش نعملوا كونفيرونس في تونس
عبارنا قلنا رانا باش نمشيو للميد الفنوات والناس كل قالك ليه ودي تونس توا داخله بعضها كل ريد زون وكل حكايه هذا استدعينا ذا افينا دار سوبرمانين ذا نيميرو ان مونديال في الـ في الـ في الفينانس كومبورتمونتال اي واستعدينا ان ايديتور دين ريفيو معناها جورنال اوف اكاونت اوديتنج اند فاينانس وين دام في سي بي ا كندا ما نكذبش عليك ما لقيناش التعاون اللي كنا نتمناوه من قبل شكون؟ من قبل نسكن الحكومه ما عاونتكمش حاولنا نتصلوا بالرئاسه قلنا لهم يا خويا تعرفوا اش تعملوا صوروا مع سي افينا دار سوبرمانيا اللي هو ذكرنا به ما يسالش هذا سي با مش الادفايزر نتاع اوباما حاجه هذا الادفايزر نتاع بوكو دي ستوك اكشينج معناها سي كيلكان كي سي اون سوميتي مونديال وديجا هو قبل لا يجي قبل بنهارين بعث لي ان ايميل قال لي راني مش جاي راه الدنيا داخله بعضها وجي كوبي مام كلكان في الواحد فهمتني ما خاطر بالحق انا بان لهمش خاطر بو اني تونسي ما يمنيش نجي خاطر بابا وامي وبلادي هذيا حتى كان اللي مش قدر ربي يخلي قدر حتى اللي يونيفرستي كان جي جاي يقول لي يا دي راك تي با اسيوري نقول له اذا اسيوري وانا مروح بلادي بابا يزون داسيورونس في تونس اي دونك السيد هذا جا حكى كيفاش معناها ديناميزي ان مارشي الليكيد فهمتني وسي باراث ذا صراث باراث من رادجر سكول اوف بزنس حكى على اللي شونجمون في معناها كيفاش خاطر هو كي تبدا ثم شركه ثم كيما هو اعلاميه فهمت كيفاش ثم كوسكون ابيل ان انفورميشن جاب ثم اسيميتري دانفورماسيون قال في تونس مش بالضروره لا سيميتري دانفورماسيون ال سيرا فيكسي في المارشي بورسيرا خاطر نبا ان كولتور دانفيستيسمون احنا في تونس معناها لا سيميتري دانفورماسيون في بلاد كيما تونس كي فينونسي با لي بانك ال سيرا معناها فيكسي با لي انستيتيو فينونسيير خاطر لي انستيتيو فينونسيير سون فينونسي هما قاعدين يفينونسيو في الشركات نتاعنا كي بدا حاجتهم بحاجه هز تليفون يكلم بي دي جي يتصل معناها يسان فورم فهمتني كيفاش ولا دا مدام هذه البريزيدونت تاع لاسوسيسيون كنديان دو بروف دو كونتابيليتي الا بارلي سور لي كابيني دو كونتابيليتي اي كومون لا ديفيرسيتي او نيفو دي كابيني دو كونتابيليتي فهمتني والكونفرنس هذه الحاجه الجديده اللي عملناها ان عملنا سكون ابيل لا جورني دي اكسبير كونتابل استدعينا لي اكسبير كونتابل ستاجير وبالحق سيتي اون موا بيرسونيلمون جيتي تري امبرسيوني خاطر لي زيكسبير كونتابل هذوما كونترمون او دكتوران تونيزيان كي ترافاي على دي بروبلماتيك او ستازوني دون لا ماجوريتي يخدموا على امريكا وكندا الور امريكا وكندا عندهم لي شيرشون تاعهم يخدموا عليهم احنا ماذا بينا التوانسه يولي يخدموا على مشاكل تونس خاطر تونس كلها مشاكل فهمت ونرجعوا بعد كيفاش معناها لا ريسبونسابيلتي سوسيال دون سوسيتي كوتي نو بانك اونفير نو شيرشور معناها خاطر الحقيقه همش قايمين بوجيبهم حتى طرف واحد. واليوم هاو فما محاوله من قبل وزير التعليم العالي انه يفو امبليكي اونتر اوتر الشركات هذيا في البحث العلمي في الاغشاش. دونك لي زيكسبير كونتابل يلفون دو لا ريشيرش ابليكي. معناها يخدموا على دي بروبليماتيك ريال في لي بانك في لي سوسيتي بوبليك في لي سوسيتي معناها كوتي ويشوفوا كيفاش معناها وكرمنا سي فيصل دربال اللي هو استاذ جامعي خبير محاسب معناها من الكفاءات الكبيره نتاع البلاد معناها عارفين لي على سا كونتريبيسيون في البروفيسيون كونتابل اي سا كونتريبيسيون ان تونك اكاديميك خاطر باي ذا اند اوف ذا داي الكونتابيلتي سي بروفيسيون معناها تو بو با انسيني لا كونتابيلتي وانت ما تعرفش حتى ان ليفر كونتابل ما عمرك شفته والنهار الثاني كانت معناها ابحاث على على ريسبونسابيلتي سوسيال على الجوفرنونس والتصرف في المخاطر معناها كانت كونفرنس ممتازه جدا اتصلنا بوزاره السياحه ايوه عندي زميل اتصل بوزاره السياحه شو يقولوا لنا؟ قلت تحبوا على الفلوس انتم؟ ودي احنا رانا لا عاشنا لا بفلوس الفلوس لحد شيء حتى شيء حاشنا معناها بلادنا ظهر للعالم انها مش بلاد خاطر احنا تو في الاعلام شو موجود؟ سامحني سي احسن ايوه موجود احنا رانا ناس معناها عندنا مشكلة مع الحياة مش صحيح في 3000 احنا عندنا الاف مؤلفة من الكفاءات العالمية راه
اي ولكن كانه لا تونيزي تورن لو دو زاد الكفاءات هذه ولا بالعكس لي كومبيتونس هذوما تورن لو دو بور لا تونيزي لا لا بالعكس لا تونيزي لا بالعكس ناكد لك ناكد لك وان شاء الله في الصيف هذه اللي يحب يتفضل بحذنا ويقابل الكفاءات التونسيه في كندا وفي امريكا ومتاكد في العالم كامل قول لك حاجه في التونسي خاطر التونسي هو مسكين لا ينبع احنا قرينا الحمد لله يا ربي ما نقرينا لكن الامكانيات ما كانش موجوده كما موجوده في البر كي نمشي ونشوفوا الامكانيات نقارنوا ببلادنا دونك يقعد داك الحب نتاع البلاد في قلبنا انا اكد لك ما ثماش تونسي على الكره الارضيه البرة ويستحقوا التونسي وما يعاونوش هذه متاكد لكن ما ثماش كونتاكت معناها نتصور ان شاء الله معناها ان شاء الله سنين في مدينه فما سي فاصل دربيل دونك سيقوا في الضمان في الحكومه هذه ان شاء الله كوميم معناها يفو غوميتر اون فالور سو جونغ دينيسياتيف نذكروا انكم تعملوا فيها هذه بور لا تونيزي بور ايدي معناها البلاد انها تخرج من عنق الزجاجه احنا نحبوا شنو نظهروا لبلادنا ما قلنا توريزم في الصيف في الشتاء معناها مثلا يجينا حد بيتيتر كون في الشتاء نوليو نعملوا سكون ابيل لو توريزم دو كونفيرونس مي il faut projeter l'image de la Tunisie en tant que pays de savoir فهمتني en tant que pays معناها de of knowledge علاش ليه of knowledge creation فهمت معناها الناس كل تجي لهنا وتعمل دي كونفيرونس لكن لازم تزيد حتى الوتله نتاعنا يكونوا على اوتور اوسي يكونوا معناها دي زوتيل دو كونفيرونس مش دي زوتيل انا ماذا بينا يعملوا العروسيات بالعكس نحبوا نفرحوا الكل كان سيدا ثم دي سال دي كونفيرونس اي سال دي كونفيرونس اي فهمتني كيفاش نتمناو زاد اون اورا بيانتو ان غران اوتيل في جامارت يهز 5000 كونفيرونسيير ما تقول انت از ذا فيرست ستيب علاش لا اي مدام بوعطور تتفاعل معاك دكتور حتى هي دكتور بوعطور تتفاعل معاك وتقول لك راهو سي لي ديسيدور كي تورن لو دو او كومبيتونس تونيزيان اليوم مالوغوزمون ما البارتاج معناها افيك فو يظهر لي لو ميم افي اليوم دكتور سمير طرابلسي كانه نحكيو زاد كيف كيف في الاعلام ديما على الدواعش نحكيو على الناس اللي بتات قاعده تسيء الى تصوير تونس وماناش قاعدين نحكيو على الناس اللي مشرفه تصوير تونس وعلاش ليه اليوم بوركوا با اون طون با لا مان فيغ سي جون لا اني والله صدقني معناها وليت كي نسمع يحكيو على جميع المرضى ذوما ندور تلزم والله خاطر تلمون جي فواياجي صدقني ساعات ترى تونسي وراه كان انت يعني سمى نماله قدام التونس هذوما والله راهي كفاءات ماهيش عاديه فهمتها والحب نتاع تونس فين يمشي مي يا خويا تكلموا على هذوما تعملوا سكسيس ستوري تعملوا معناها اخويا ما ثم حتى انا جو كومبرون لي ميديا معناها يشيرش معناها اتيري لاتونسيون مي فو بوفي اتيري لاتونسيون بار سكسيس ستوري تاع انسان انا خرج من تونس وكفاءه عالميه ويرجع للبلاد بالنفع فهمتني حاجه اخرى اللي نتمنى زاده من التوانسه اللي لبرا زاده يا خويا ما تستناش حتى لين يقولوا لك يجا ولا ويستقبلوك في المطار يا ودي ما يستقبلوكش ما عندكش مزيه على بلادك احنا تو كي كان يحكي لي سحسن عندنا 240 الف أيه. معناها دبلومي دي لونيفرسيتي أيه. معطلين على العمل لي. يا خويا انت كي تجي لتونس وتمشي الجامعه وتهز زوز وثلاثه من الناس معاك وتعطيهم ان بورس ما ثم حتى مشكلة بالعكس أنت هاك فت ثلاث عائلات معناها فهمتني سي فري كو ليتا معناها ونو نو ديبلومات يا خويا لازم يعملوا زادة معناها ما عادش نطلبوا ليدات نقولوا احنا عندنا البطالة ما عادش نطلبوا لي زون معناها مش نطلبوا لي القروض أيوة. لا قروض ما نطلبوش احنا نطلبوا توا عندنا شنو نطلبوا قول القايل يا خويا نطلبوا احنا عندنا منا بطالة ولا يا خويا هزوا كونوا همنا كيف كان عجبوكم فهمتني انا جيتي في هونغ كونغ جيتي انفيتي في ذي الاش اس بي سي يعملوا في ايكونوميك فوروم الشنوا توا عاملين سكون ابيل لو سي بيلت خاطر امريكا قالوا مش نعملوكم تاكساسيون وكل قالوا اوكي بات بروبليم نعملوا شكون السلك سي بيلت اللي يربط معناها الهند ويمشي حتى الواحد فين تونس مع الطريق الحريري الجديد الطريق الحريري الجديد هذه نتاع الشنوا مش موجود معناها حتى فرانسيس فوكوياما يا بلوس كانون معناها عمل وقتها غران ارتيكل دون سو سونس اليوم احنا كانه خارج السياق خلينا نقولوا العالمي لا ما هو يقول لك حسين معناها الفو زاد انا ما نتصورش ثم دي برينور دي ديسيزيون في تونس اليوم ما يحبش بلادنا تنجح لكن اللي نشوفه انه لو نو برينور دي ديسيزيون يسون ديبوردي يجي من مشي مغادي
il faut du calme, il faut du manière, il faut de la quiétude pour de la stabilité, exact. De la stabilité politique. خاطر راهو political uncertainty. No investment, my friend. إذا ثم هنا سرتيت بوليتيك حتى واحد ما يجي وحتى واحد وحتى لا الداخل ولا الخارج. Et donc, احنا nos ambassadeurs, nos expatriés, يا خويا عاونوا البلاد انكم معناها تعاونوا على البطاله كي يمشي معناها nos ambassadeurs, ils trouvent انا نقعد بيت في لبنان معناها نمشي نلقى اللبنانيين معناها expatriés. ان شاء الله يا ربي في المستقبل القريب ونمشي نلقى التوانسه سونت انستالي. C'est une culture aussi, docteur Samir Trabelsi. Tu as vécu au Canada, عندك معناها سنوات وسنوات وتعرف بانه les Libanais sont plus solidaires entre eux que toi, malheureusement. لا والله نجي نقول لك ما نوافقكش برشا. علاش؟ نقول لك خاطر التوانسه on est très ouvert. ومعناها في الموقع نتاع تونس معناها اوني افريكان عرب اي ميديتيرانيا معناها ما شاء الله معناها اوني معناها مفتوحين على الثقافات وكل ونعاونوا بعضنا معناها بثم انا بجي جامي في ما نكذبش عليك انا وقتها كونا الجمعيه هذه نتاع اساتذه المحاسبه في والماليه في امريكا الشماليه صدقني ما ثماش تونسي في امريكا ولا في كندا قلنا له باش تجي وباش تعاوننا معناها خاطر احنا ونا ميم با دي بيجي ونا ميم با دي سبونسور حتى طلبنا سبونسورينغ عملوا البنكا عطاونا سي ليكيفالون دو 250 دولار معناها سوبرماني هذايا الشيك نتاعو 3000 دولار يو اس فهمتني مي سي تونيزيان لا they wanna give back يحبوا يرجعوا البلاد خاطر انا بيرسونيلمون اون فوا داسونسور بيرسونيلمون نقول لك معناها جاي من عائله مش فقيره تي الفقيره معناها غادي من الحمد لله لا بالحق راه مش الحمد لله يا ربي كان مش خذيت بورس من بلادي ومشيت قريت في كندا تو الحمد لله يا ربي دونك سي لو مومون بور دوني وثم امثالي معناها انا يمكن مقصر ثم ناس يمكن تعمل اكثر مني فهمت سي امبورتون اليوم انه التوانسه تقول انت معناها من باب انه مش ترجيع الجميل ولكن من باب انه نعاونوا بلادنا خاطر كلنا لازمنا اليوم نقفوا لتونس ونقفوا لتونس انه نحاولوا انه نخرجوها من الازمه نتاعها. ثم حاجه يمكن ما حكيناش عليها وهي توا سيتي ريسنت ديفلوبمنت في الحوكمه. ايوه. ما نحكيوش عليها. هما الجفرنس رول اوف ذا ميديا. راهو حتى الاعلام عنده دور في الحوكمه. اكزاكت اي انا معك. ما شفتش ابحاث انا على الدور الاعلام التونسي في الحوكمه الرشيده. ونحيو رشيده في الحوكمه في الحوكمه يختلف رشيده ايوه خاطر في امريكا بار اكزومبل ثم ابحاث جديده هذه تقول لك ساعات مدير شركه يحب يعمل اون فيزيون اكيزيون فيك اونتر انتربريز يجي الاعلام يقول له هذه لا بريز دو كونترول هذه راهي ما عندها حتى جدول الشركاء الور الميديا كفرج هذيك تخلي للبي دي جي هي باكس اوف معناها يتراجع على 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 البيس دو كونترول هذيك دونك بور ريزومي هل اليوم لو كان نحبوا سي اون فو ميتر ان بلاس معناها لو سيستيم لا اون استراتيجي اليوم تاع غوفرنانس يلزم لي ديفيرون فاكتور لي ديفيرون اكتور يساهموا فيها ويلزم تكون هالاستراتيجي هذيا بيرسوناليزي على تونس على البلاد كيما تونس يعني اللي نتمنى انه ساعه الناس اللي امبليكي في الجوفرنانس يقع استشارتها ما ثماش يعني نجي من كندا نقول لا يا سيدي راهو في كندا عندهم الفون كوم سا اون فير كوم سا باغ اكزومبل ريسامون في البنك سنترال قالوا الفو اوغمونتي لازم نحطوا دو انديبوندون علاش دو؟ علاش مش 50؟ علاش مش واحد برك؟ علاش ما ثماش بالكل؟ فهمتني؟ دونك ماذا بينا اول حاجه الفو فير سكون ابيل ان دياغنوستيك C'est quoi les pratiques de gouvernance made in Tunisie بعد نلموا الناس الامبليكي فهمتني؟ ايوه ونخرجوا احنا بان كود الاوروبيين عندهم الكود نتاعها كندا عندها امريكا نخرجوا ان كود دو غوفرنونس تونيزيان اون فوا كون في سو كود لا يلفو فورمي لي جون تو احنا نكونوا في الناس في حقوق الانسان لازم نكونوا الناس في الناس اذا نكونوا لي زاكتور ايكونوميك فور اكزومبل اذا نحكيو على الشركات العموميه يلزم في المدرسه القوميه للاداره يكون ثم انكور تاع غوفرنونس يعطيوه ناس كفاءات مش ناس البريتون ديتر كفاءات
الناس تفهم في الحوكمة، الناس تفهم الحوكمة نتاع اليوم مش الحوكمة نتاع 76، خاطر هي الحوكمة نتاع 76 ماش موجودة راهي. نيكستو بلو. نيكستو بلو. حاجة نتاع 2020 مش حتى 2017. لا لا الحوكمة نتاع الكونترول، سي فري اللي دو كونترول. مي سي بري با ريان كو سا. ما سي بريمير قول أنت. يعطيك الصحة. سي بريمير. اليوم إن شاء الله نعدلوا الكل الأوتار نتاعنا على خاطر تعرف لا جوفرنونس هي مفتاح المفاتيح نجاح الاقتصاد. نشكرك برشا دكتور سمير تابلسي. ميرسي بوكو. ونتمنى لوالدي الشفاء العاجل. سيدي حنا جبتنا وجبناك ونعرف اللي الوالد مريض شوية إن شاء الله ربي يشفيه لك يا سيدي. وإن شاء الله عندنا لقاءات أخرى. وسبعة التوانسة الكل وإن شاء الله بلادنا ديما متألقة. إن شاء الله. وراوت بلادنا باش تنجح. إن شاء الله. إن شاء الله. نخدموا سيغ نوت بوزيتيف. بعد شوية نكمل معكم في ساعتنا الاخرانيه باش نطرحوا موضوع يهم السياحه سيغتنمون مشاكل بالجمله بوغ لي باز نوتيك اللي موجودين في الحمامات سود. فتحي حرابي تعطينا اخبار تسعه وبعد تسعه الحديث بقيه. 9:04 على غد جمعيت صباح النور، مرحبا بكم من جديد، مكملين معكم حتى العشرة متاع الصباح في ساعتنا الأخرانية كما حكينا قبيليك باش نتحدثوا على مظلمة يتعرض لها سي مهدي عبودة، هو صاحب باز نوتيك في حمامات الجنوبية. صباح الخير، مرحبا بك سي مهدي. صباح الخير عائشة. شنو حوالك؟ يظهر لي من 2013 وقبل وأنت قاعدة تعاني في نفس المشكلة، كنا تقابلنا 4 سنين تالي تقريبا في بلاتو آخر وحكينا على المشكله نتاعك، عندك مشاكل نتاع ناس صدرت لك الماتريال نتاعك في البازنوتيك نتاعك في حمامات الجنوبيه، مشاكل مع الولايه بالجمله، مشاكل مع القضاء، مشاكل حتى مع زملاء في المهنه. لخصنا المشكله نتاعك سي مهدي عبود. والله المشكله بدات بعد الثوره. بعد الثوره الولايه قاعدين وحشني يشدوا لك الرخص. ايوه ولايه سوسه. ولايه سوسه بالطبيعه. حمد الجنوبيه تبع ولايه سوسه، برشا ناس ما تعرفش الحكايه هذه. ما فما الخط الوهمي وين المدينه. ايوه هذا انا جيت بالزهر تبع ولايه سوسه. اي ما جيتش تبع ولايه نابل. اي نوضحوا. هلا هلا فرحوا بيا. بعد الثوره وصلت قابلت حتى الكاتب العام تاع الولايه والمعتمد الاول، قالوا انت منين؟ من الحامات. برخنا في حامات، برخنا في نابل. تكستو قالوا لي. اي تكرر الكاتب العام في الولايه 2011. قلت علاش؟ قال لي خاطر مش من سوسه. مشي على روحه تو هذيك مشيت تحكي. الحكايه كيفاش بدات؟ قالوا حاجه شدوا لك الرخص. واش اللي تحب انت؟ قلت لهم اعطيني اسباب باش نجم نشكي، اعطيني ورقه باش نجم نشكي. اي نعم. مشيت ظلمت المحكمه الاداريه، خذيت حكم في توقيف قرار الوالي في عدم تجديد الرخصه الى حين البت القضيه الاصليه. خذيت الحكم هذاك زادت كبرت المشاكل، ما حبوش يحترموا القرار هذاك، احترموا الا السيد الوالي بتاع 2011 2012. خليني خدمت بالقرار، قال لي الى حين البت. قال لي الحكم اخدم على روحك. كي تبدل الوالي 2013. بيخرج في برشا قرارات ازاله، وكل ما نمشي لهم شو يقولوا لي؟ يقولوا انت الرخصه كانت باسم خويا، يعملوا له يكبروا يهولوا الامور. الرخصه كانت باسم خويا صحيح 2007. اها. وفي 2007 خويا اتهموا لي عمل اكسيدون كما كان طب في جيسكي، طب جيسكي واحده اخرى. اها. فما السيحه تضرت وعملوا له فيلم. جات البازنوتيك الاخرى تشكو انت كان امر الحرس ولده. اها. عندي لدي سيرتيفيكا من البوليكلينيك فيها الدولور على كويس دروات، وقع فيها سحب رخصه في 24 ساعه. وقرر هذا باش يكسروا البراك. وتحكم خويا 7 شهور سرسي. اها. و19 يوم حبس. السيرتيفيكا هذه دبروها من البوليكلينيك ما فيها حد شيء. عندي اللي ما يفيد اللي فيهاش حد اثر اصطدام. تصور انت في المحضر تاع الحرس الوقت هذاك. اي. مشى خويا حط له اعترف لكم واني تعمدت الدخول وتعمدت، فما عبد يعترف وشي باش يصحح. ما صححش. اي. ما عاد يدور لك اللي ما قالش اعترف لحد شيء. نورمال يعترف يصح. هذه حاجه. بعض الحرس هم حدهم يغلطوا، يقول لك حيث لاحظنا كسر بسيط بمقدمه تحت المقود، هما الاكسيدون يقولوا طب فيهم التالي. اما الضربه من قدام. وعدم وجود غطاء الصندوق الموجود خلف المقود، الصندوق هذا جيت كي معروف الصندوق يتنحى باش تحط فيه البلاستيك نتاعك ولا دبشك. ولم نلاحظ اي اثار اصطدام. حتى ما لاحظوش اثار اصطدام، تتوقف وقت. واليوم ايش يقولوا لي؟ يقول لي لا انت خوك عمل اكسيدون، خويا عمل اكسيدون 2008. ورخصه ولد باسمي انا 2000، هو عمل اكسيدون قلت 2007، ورخصه 2008 ولد باسمي انا. اش تقعد تحسب فيها ديما على خوك؟ كلهم نشيكم ديما خوك خوك خوك، ايش عمل لهم خوك؟ ما رجع له هو، هو ما عملش اكسيدون حتى هو، يعني عنده ما يفيد اللي هو ما عملش. مشيت في 2013 السيد الوالي عملوا لي بالحق مؤامره وقت. ايوه. رئيس النيابه الخصوصيه بلد بوفيشي خرج قرار ازاله. اها. باسم خويا، الوثائق الكل انا عندي نوريهم لك كل شيء بالمعنى الكلمه قولي موافق. يخرجوا رئيس البلديه، مش مولاته مش من الحق رئيس البلديه في الوقت هذاك يخرج هو قرار ازاله. اما علاش يخرج هو؟ على خاطر البلاصه نتاعي باش تتعطى العضو معاهم في المجلس البلدي. على هنا الوثيقه الزياده اللي عندي. أيوه. اللي هو موجود في الرائد الرسمي اللي هو عضو. اها. هو موجود في الزمان هذاك السيد عبد الله عضو المجلس البلدي. أيوه. والسيد رئيس النيابه الخصوصيه اللي هو خرج قرار ازاله. هو رئيس بلدي. لكن خرج قرار ازاله باسم شكون؟ باسم خويا. ايوه. تو رخصه باسمي انا 2008 والوليه مازال ما تعرفش 2011
كوم كوم ما نعرفوش علاش هو ما خرجك باسم اخوك على خاطر انت عندك الحكم مازال سير المفعول. السيد الوالي كي مشيت ظلمت له سمعت انا ما حبوش يعطيني الورقه تاع يدي سمعت اللي السيد رئيس البلديه خرج قرار ازاله. اي نجم ناخذ ورقه قال شكون قال لك قال رئيس البلديه ما خرجلك رئيس البلديه مش مسؤوليته الوالي خرج لك رئيس البلديه خرج 22 ماي 2013 رئيس السيد الوالي 28 ماي 2013 يبدل الازاله بهدم ايوه ولا باسم خويا كي مشيت له كيفاش هدم يا اخي شنو تهد انت يبدلوها 6 جوان ازاله وباسم خويا ما تصور هذا ثالث قرار ازاله يستر نهار 7 جوان من 6 ل 7 ما بان 24 اور السيد الوالي خرج قرار ازاله يقول اكتب فيه حرفيا وحيث تبين القاعده المذكوره هي على ملك المدعو مهدي عبوده اي معناتها الولايه تاكدت كان نهار 7 جوان ولكن يستغل فيها طريق شقيق بطريقه غير قانونيه. طبعا واحد في تونس ولا اخوه يخدم معاه اخوه من اصحاب الخبره خاطر اخوي 20 سنه يسوق في البحر الوقت. معناتها كي نحط اخوي يخدم معايا باش نبعد عن ريسك نولي اخوي يستغل فيها طريقه غير قانونيه. شنو غير قانونيه؟ انت ما نصب عليك سيناسيس وعندنا كونترا بيناتنا وعندنا في الماري مارشوت كل شيء، اما خير اخوي ولا عندي 10 خدمات ولا حد اخوي انت حر في نهايه الامر معناها شكون تخدم شكون ما تخدمش. هذا يصدر نهار 7 جوان القرار. 2013 اي لليوم الولايه ما نتكلم كان على القرار تاع 7 جوان 2013 خاطر هذاك ولا هو كوم كوا قانوني تو اون سيبوز دخلين كلهم اخويا خرجوا برا ربي معاكم عملتوا اللي عملتوا ثم قرار في تونس يخرج 7 جوان 2013 يطبق 8 جوان 2013 6 الصباح من غير ما تعلمني به من غير ما تعمل جرس المعدات ما فما اعلام فما جوش عملوا 8 جوان 2013 جوش 8 جوان ما عملوش الازاله ايوه جو سرقوا الماتريال بالقوة العامة كونفيسكيوه انا قول ديما سرقوا لي ديما نقول سرقوا خاطر متاكد سرقه كاش مسرقه راك كسرت البراك قداش يسوى الماتريال هذا يا سي مهدي يا عبود 200000 دينار وشكون كان شنو كان فيه دي جيت سكي دي جيت سكي زوج فلايك 150 واحد 115 ثم أيوة. 9 باراشوت اقل واحد يعمل 3.5 اي في اكثر من 60 جيليت سوفتاج فيك معناتها الكونفلابل ب 40 50 مليون فيك لي زرني الحبال معناتها اللي عنده يفهم في البحر معناتها بالحق كله جديد جديد كي انت كي هزيت لي نهار 8 جوان انا نهار 11 جوان هزيت لهم قرار من المحكمه الاداريه في تاجيل الازاله. تكيد ما تحبش تضرني ومش باش ميت وليت. رجعت لي ماتريالي وبعد برا يكسر البراك تكيد تحب تكسر. لا هما البراك يخليوها الوقت يكسروا 2014. يبعثوا قرار ازاله واحد اخر في البراك. انت مش باش تكسر ماتريال. شنو عام تعمل لي قرار حس روحك فيزي يا سي مهدي عبوده معناها. فيزي على الاخر. فيزي من عند شكون؟ فيزي وعليك جيت اليوم نحب نتكلم بالحق. انت شفناك حتى في دوتخ بلاتو تكلمت حتى مع زميلتنا ايمان مداحي في عربال وتكلمت في زده كيف كيف في الحق معاك مع حمزه وتكلمت حتى في اذاعات اخرين في الاذاعه الوطنيه في غيرها من الاذاعات. اليوم احنا اتصلنا ببعضنا معنا مده وحكيت لي نعرف الوضعيه نتاعك من 2013 الحقيقه وبهت حتى كي قلت لي راه نفس المشكله وحتى الجمعه اللي فاتت قلت لي نحاول نلقاو حل الاميابل مي فيزيبلومون ولا اكثر من جمعة فيزيبلومون ما لقيتوش حل لا ميابل سي مهدي. هما وعدوني تقدم 10 مليون تونسي في التلز كي العديد في الحق معاك. الولايه قالت نلقاو حل صلحي نعملوا جلسه صلحيه. في فان ديسمبر دي في جونفي مشيت للولايه على اساس جلسه صلحيه لقيت لجنه كامله متكونه من قريب 20 30 عبد. صور جلسه صلحيه نعملوها نتكلم فيها وحدي. ما تصيرش اسئله ما تصيرش ممكن انا غلط تسالوني سي جو بروميير كي انا غلط عاقبني يقول لي راك غلطت يا خويا ما عادش تعاود صنعتك مش نحكي وحدي نحكي وحدي نحكي وحدي بعد تقول شنو تبعث لك مكتوب المكتوب هذا عندي شهر ونص سنه فيه كي مشيت الولايه اخويا عنده نهارين يسال الحكايه شما قالوا لا ردوا لك ردوا الولايه ما الولي ما حبش ولكن المطلب الوحيد نتاعي تجديد روحي تاخذ مش حاجتي خي شنو ندخل الحبس يعطيك الماتريال نتاعك و قدرهم خدت فيهم الماتريال قالوا لي الماتريال خلص عليه فورير معناتها هما غالطين هزوه خلي خلص اللي قلت لهم به اعطيني رخصي كي خلصك فورير تنجم نخدم على الاقل نخدم نخلص فورير شنو بيه نخلص فورير نحطه في الدار نتفرج فيه ماتريال تملكوا عليا معناها تقول لنا تنبعث لك مكتوب تنبعث لك مكتوب ما فما حاجه خلينا نزيدوا نوضحوا انت من 2013 بقيتك ما خدمتش معناها ولا قعدت ما خدمتش لا باز نوتيك قاعد بالاسم تستغل فيها وانت في نهايه الامر لا تعرف شكون هما تعرف العضو مجلس البلدي تعرف العضو مجلس البلدي فوالا البلاصه نتاعك ما عرفتش لا هما ديما في تونس وقت تعرف كيش تنجم يلقى لك الحل بعيد عليك 70 متر خليك مش بلاصتك هي في القانون اقل شيء 500 متر 300 500 كيك على حبال الباراشوت خليك لا اعطيني وقتي لو كان انت تحكم لك المحكمه في القضيه الاصليه شكيت انت المحكمه الاداريه شكيت شكيت عندي بين قريب 16 قضيه مع بعض المحكمه الاداريه 16 قضيه لكن سامحني المحكمه الاداريه ما تعرف المحكمه الاداريه مش المحكمه العاديه كلها وثائق كي انا نمشي نجبد الاوراق من المحكمه الاداريه نلقى لوتيكا تشهد اللي انا غلط وتمثل الوثائق كما كوا مهدي وانت غلط فيش سي مهدي لا هما المشرفين يحطوا لك غلط ما عندهمش وثائق كله كذب
غلط على خاطر الاكسيدون تاع خوك نتاع 2007. لا خاطر نشكي بالولايه هيك الغلط في تونس كي تشكي مواطن بالولايه لازم تكون غلط. انا في بالي اللي انت في 2013 قبلت سي لوتي بن جد وقتها كان وزير الداخليه. عطاه تعليمات باش نخدم وقتها. عطاه تعليمات. وقال لي تعملوا لجنه. ايوه. تكلم فيها كل شيء يقول كل شيء والوثائق الكل يقولوا اللجنه مشات للولايه لكن مشاتنيش لي انا ما نعرفش شنو صار وقتها. وبعد سي لوتي بن جد مشى جاو كسروا لي البراك. معناتها ما تفهم حتى شيء. حتى اللجنه في بالي استنيتش نمد كل شيء. هل اليوم مشيت مثلا لوزاره يعني. السياحه باغ اكزومبل باش تحاول تلقى معاها حل؟ ما قبلش وزير السياحه لا. ما قبلش وزير السياحه. والله ماذا بيا قبلها ولا ماذا بيا حتى تسمع صوتي تويك على خاطر بالحق. ان شاء الله تسمع صوتي. احنا اللي بزنا تيك احنا في حامات يظل الحاجه السياحيه مازال شويه باراشيت وشويه انيماسيون في البحر. تو تافي. هذاك ايش عندنا يظل في حامات احنا. كان اليوم ولات كلها تخدم على باب الله هكاك اللي يهبط يخدم واللي عنده معارف يخدم واللي ما عندوش يكسروه. معناتها كي يقول لك عندي مثلا 200 مليون السيد اللي في بلاصي ما وعندك جموكا كانيه هذا اليوم هل شكيت بالولايه اليوم انت في مثلا في الموكا كانيه شكيت حتى السيد الوالي اون بيرسون في حقه هو شكيت به في 2013 لكن على الغالب ما فهمتش كيفاش تحفظ القضيه اللي عندها معرفه الجاني انا مثلا في الفريق تهز وشاكي بالوالي ورئيس النيابه الخصوصيه كي مانيش في الساد ضربوني انا في حاجه ما نعرفش شكون ضربني نعرف شكون يضربني كان مش الوالي راهو المعتمد كان مش المعتمد راس البلديه كان مش راس البلديه راهو الشاوش مادام مطيه في الفورير مادام هزوها عبيد تحفظ القضيه عدم عرفت الجاني برا وحش ولدي فكر لنا مشاكل هذيك اش يصير احنا تويك ولينا هكاك مش يشكي بالقضاء زاد اي المفروض واحد يشكي يقعد يعني عمري كنت نشكي هذو اللي نخدم الحل نتاعو فما خليوش تخدم فما هيئه الفساد اللي انت مش تشكي لها نتاع شوقي طبيب عيطوا لك سمعوك لا مادام سي مصدرين الحقيقه الكرامه سي شوقي صبيته مازال ما عيطوليش مازالوا ما عيطولكش صبيت لكل شيء اي حاجه قانونيه نصب فيها خاطر بالحق مظلمه كبيره انت سامحني بالله كي تشوف هنا يقول لك طول احنا في 2007 كانت رخصه اول 2008 حطونا واحده 120 متر على اليمين واحده 120 متر على اليسار واحده بتنسيب نصر طرابلسي والاخرى انت ولد امر الحرس. بعد شو يقول لك؟ يقول لك تحفظ القاعده لعدم توفر شروط السلامه. واللي بعدها تحفظ القاعده لاسباب فنيه مجرى مياه. ما تنزوز يحطوا لك باراشوتي بجنبك تنحوا. بعد شو يقول لك؟ عدم تجديد المستغل والابقاء على الموقع مع استغلال الموقع للسيد الاخر. مع بلاصتي تو تجي اما لا نحيوك انت وخليه للسيد الاخر. كي تمشي تقول له عضو بس يقول لك منين جبت الورقه بتاع عضو؟ مش عارف كيف اني جبت عضو ولا مش عضو دخل روحه عضو باش نحاني ولا انا رئيس العمل بتاعهم في البلديه اعطاني شهاده اللي السيد هذا هو الخدمة اللي جات هزت لي ماتريالي تصور تراكس جبت لي بلد بوفيش جيب لك حتى تصور مع نجيب اي انسان تصور لوكاسيون للكيراج جايبين لي بلد بوفيش ما عندهاش تراكس كي مشيت اشتغلت تراكس والكمين اللي جاو هزولي قلت علاش شكون اللي عيط لكم؟ قال لي السيد عطاه بلاصتك بالاسم السيد هذا هو اللي خلصنا خاطر هو عضو هو كلمنا بلدية هو اللي خلص بالوثائق هذا كل شيء موفق شو نمشي معناتها قدام الولايه باش يسمعني السيد الوالي نحرق روحي كيما العباد الكل نهز العباد بعد يقول شبيك عملت هكاك نهجم البلاد نقولوا يزي في البركه انا برسمي نحكي دو مش خاطر انفعال لحد شيء يحبوا شيء نسيت وسيا خذوا ياخذوها ولا اسمع ليه ما نصوش ولا بالحق ليه ما نصوش الحق خاطر هذه دار نتاعنا في تونس بالحق انا نعاني على احنا نفهموك اللي انت ما ادري لك خسروك بحياتك كامله بلادي نعرف بلادي ما حد بلادي قد يعني نعرف نحب بلادي اما المسؤولين تحكوا فيها ما نفهمش نجمش علي نحبك كي انت ما تسمعنيش انا صرت سيد الوالي هذا ما سالش احنا خسرنا كل شيء خسرنا كل شيء مش تجدد مش تجدد كلمت امي الوالد قلت له ايست خاطر نحب مقابل سيد الوالي عندي معلومات خطيره المعلومات هذه معناتها بالوثائق البوتيكات تدخل الناس كل طرفك بزور في الاوراق نحب نقابل سيد الوالي مشينا خذيت الموعد كي يقول غدوه قال ليش دخلنا بتشينا السكرتير قلت له مدام نعرف روحي خاطر شنو تدخل تصير مشكل خاطر وصل الولي اللي قبل مهدي عبوده ممنوع يدخل من الولي كي دخل دخلت امي مشينا السكرتير نتاعو قلت له مدام راني جيت انا وامي انا مهدي عبوده وخويا وامي خلي تدخل هي الاول بعد نقول ولادي البر قالت لي لا في بالو بيكم سيد الوالي فما كاميرا في سلدا طون نورمالمون راهو في بالو بين جا الحجاب نتاعو قلت له بالله يقول له راني هكا وهكا خليها تفضل اول ما دخلنا على السلامه تفضل مدام قالت له مهدي عبوده تعرفش قال لي جاوبنا هذه أول مرة قابلوك باش أنت تعاوننا ونشكي لك الشمل الخوار الموجود في الولاية عندي. شو تحايلوا عليا باش تدخلوا تحايل هذايا. تحايل. تحايل، نادنا بالمتحايلين أكثر من 20 مرة في القاعدة. وسمعكم ما سمعكمش ولا هجمكم؟ سمعنا قال أعطيني نمرو شو 10 أيام نجاوبك، عندي تو 6 7 شهور. 6 7 شهور. الكل بدون يجاوبوك ما يجاوبك حتى حد. باهي نكملوا حديثنا معاك سي مهدي عبودة ناخذوا دقيقة صغيرة مع البوب بعدها مكملين حديثنا في برايم تايم على عجوبات.
صباح النور، مرحبا بكم، جيت في برايم تايم 9:30. برشا عباد قاعدة تتفاعل معاك سي مهدي عبود، نذكره هو صاحب باز نوتيك في الحمامات الجنوبية، يتعرض إلى مظلمة منذ 2013، تم مصادرة الماتريال نتاعو اللي يساوي تقريبا 200 مليون، في 2014 هدوله ولا البركة نتاعو، مشى شكا للولات اللي تعاقبوا على ولاية سوسة، ما سمعوهش، شكا المحكمة الإدارية، عنده أحكام، عنده قضايا ما زالت منشورة زادة كيف، يقول بأنه فما عباد قاعدة تحاول أنها تعرقله وتحط العصا في العجلة. على كل سي مهدي عبودة مرحبا بك من جديد. دونك الوالي كي مشيتوا قابلتوه قبلكم ومن بعد اتهمكم أنكم تحايلتوا عليه باش تقابلوه. باش تقابلوه. الناس قلت نحسبك حسبني كي ولدك. خربش الحيط ونجيك باش نوصل لك هكا تكست وقلت له. قال لي ولدي ما تحايلش عليه. ما تمشي باش تحكي معاه جمل. ما يخليك حتى أمل باش تنجم تفسر. فما حاجة أخرى بالله. أي تفضل. كنت ديما نمشي للإذاعة الوطنية. هذا مرسول من ويلي سوسه الى سيد مدير الاذاعه الوطني. ايه. الجواب يحبوا يفسروا لهم لمهدي ديما غلط، من الاجوبه نتاعهم مثلا. يقول لك احنا التي تم خلالها سحب هذه الترخيص بناء على محضر جلسه اللجنه الجهويه للتنشيط السياحي المؤرخ 17 و19 ابريل 2011. تصور لجنه عملوها 17 و19 ابريل 2011 وانا الرخصه نتاعي مازالت فالابل 30 ابريل 2011. وانا رخصتي مازالت فالابل ما وفاتش وانا تنحيت. قبل ما نعلم قبل هذه قبل حد شيء مازلنا ربي يعمل عليك يا ربي يعمل عليك أي. باسم الثوره هم يقول لك ثوره ونعملوا اللي نحب وعليه الثوره باسم انت قبل حتى في التنسيق المد الثوري والمد الثوري وحابين النفط وحابين النظام القطاع انا اتنحى وسيد الشريك كريم بن علي على الورق ما يتنحاش والاخر خالد وزير ما يتنحاش مش مع عباد باش تنحي راهو اما كنت تحب تصفي صفي الناس الكل انا اخر واحد تجيني فما قانون راهو يحكم بالناس الكل انا اخر واحد تجيني كنت تحب تسوي مد ثوري ومد ثوري فما عباد مش مرض هيك كانت الخدمة هكاك على بال الكل مش مرض ما يخدم ربي عينه سامحني بتجي تقول لي الصيغة الوقتية لهذا النوع من القرارات الإدارية يعني من جانبها أنها محددة في الزمن تو شوف يقول لك محددة في الزمن الرخصة هي كل عام تتجدد أنا عملت لخويا توكيل في 2008 باش يتصرف هو معناتها كلمة مش موجود هو ديما موجود خويا ولد بحر قبلي أنا معناتها هو الرخصة كانت باسمه هو تظلم وحتى مورا المولك عملت التوكيل عليه هو خاطر بالحق تعرض لمظلمة كبيرة الوقت هذاك يجي اليوم باش يقولوا لي أنت عملت خوك توكيل بما ثبت التناسل يا ولي راهو فما فرق كبير بين عبد يعمل تنازل وعبد يعمل توكيل صحيح توكيل مفوض ما مش تنازل والمشكله هذيك الغريبه الاكثر في المحكمه الاداريه يترفض القرار تاع المحكمه علاش؟ لان التوكيل حتى القاضي يصنفه بمثابه التنازل به ما يقعد محدد في الزمن كولي انت ولي تقول لي الرخصه محدد في الزمن والتوكيل يقعد افي ما يقعدش افي ما حتى هو العام هذاك تلغيه هذاك كل عام جدوا توتافي ما جددتش ما جددتش باش يبعثوا لهم حاجه اخرى بالله يقول لك الإدارة التي تتمتع من ذلك بسلطة تقديرية تجيز لها سحب ما تقام لديها مبرر ذلك من أجل المصلحة العامة، المصلحة العامة ولدت على حسابينا تعطي لواحد آخر، هذيك المصلحة العامة في تونس. ويظهر لي ولدت واضحة أنا يقول لي مصلحة عامة وتعطي لواحد آخر في بلاصتي. دفع أكثر مني. ونقولها على مسؤوليتي. تعمل مسؤوليتي. أمور معناتها اللي يدفع أكثر ياخذ فما فساد اليوم فما محسوبية خايبة. سامحني أنا كي في تجديد الرخص ما يسالش. أنا لا نتكلم هو فساد أكثر من فساد هذايا. جي انت تبعث توسخ فيه مثلا في قدام برنامج في الاذاعه باش ما عادش يقبلوني ولا باش يقول لك مهدي لعل غلط تحط له احنا خلينا نخدم 2011 و2012 و2013 دون خلاص مع عليهم الاستغلال انت 2013 تقول لي خدمت انت هاني خليني نخدم انت 8 جوان هزول 7 جوان بعث لي 8 جوان هزيت يا اخي السيزون تبدا هي تبدا في جوان ما لكش جوان نخبو في حامات في جوان تبدا تهز تقول لي خدمت عندي حكم قضائي تعويضي ما فات من ربح الموسم الصحيح 2013 وانت جيت تقول لهم خليني نخدم 2013 انت شكيت بيهم وخذيت عينو خبير عينو خبير عينو خبير قداش قيم لك المحكمة 120 الف دينار 2013 120 مليون كو دير 2014 و15 و16 مازال 2014 مازال 2015 وصلت في الولايه قلت لهم سامح في كل شيء لا حاشي بتعويضات لا حاشي ما تغليت تكسر ما تغليتش شيء راه هيدو هكاك خرد هيدو سمع في الشمس اليوم في الشمس مطيش اعطيني ماتريال هكاك اعطيني رخصتي خليني نخدم خليني نرجع ناخذ على ساقي لا لا ما تخدمش شو يحبوا بالضبط علاش ومشكله في الاداره مي كيف كيف تشوفك يتكلموا في برنامج الحق معك يحبوا بالسيف يردوك انت غلط هم يرحم والديهم الاساتذه غادي يقول شي عبد تفهم القانون باش لقينا جلسه صلحيه في الاخر ما عمره وجلسه صلحيه قلت لك ترفض بالرفض المطلق علاش ما فيها جلسه صلحيه مالي علاش تطلق قدام الناس الكل عليهم الناس الكل بالك اللي كاي صحيح الحمد لله والولايه تفهمت والولايه تفهمت فما شيء الشعب التونسي فما حد شيء ولا رجعوا لي ولا باش يرجعوا لي زاد
سهل ياسر اليوم سي مهدي عبود تمشي تشكي رئاسة الحكومة، فما شكون مكلف بالولايات اليوم وهو رجل محترم الحقيقة، نحاول نوصلوا لك صوتك، وأنت جيت اليوم غادي جماد إن شاء الله على كل السلطات الكل وزارة السياحة رئاسة الحكومة يلقاو لك الحلول، خاطر طالما بأنه probablement vous êtes visé معناها انت ولا والعائله نتاعك، ان شاء الله كل انسان عنده حق ياخذه، وان شاء الله المظلمات هذه ما عادش تتكرر، خاطر اليوم الكلنا نحبوا نرجعوا السياحه لتونس، وانت vous êtes quelqu'un اللي من الاخ معناها من الناس اللي من بكري يخدموا في السياحه دو فير اوفيس، ومعناها امورك واضحه حتى مع الفيسك مع المعاليم خلص امورك هانيه ما عندكش مشاكل. ما عنديش مشاكل. ما عندكش مشاكل. يسمك تكون عندك مشاكل باش خليك تخدمهم. بلاي حاجه اخرى حبيت نقولها. تفضل سمعت. تو انا كي جيت تحط رئيس نقابه. السيد رئيس النقابه هذا وصل عملوا له طب في خويا بالكهرباء. قلبوا في الاوتوروت وتعددوا محاوله قتل وتوقف 19 يوم. جي لو تيكات تعطيه شهاده اللي هو يخدم ريجلو ومريقل. ما فهمتش علاش دخلها في القضاء دوتي كان تعطي في الشهيد بالحق دوتي كان دسوسه وبعثتها الشهيده نتاع دوتي كان للمحكمه في بعد كيما كوا هو يخدم ريك باش تشكي مدام وداد بوش ما قداش ما يكونش مدام وداد باش تفهم الشعب اللي قاعدين بسوسه لا لا تفهم لوتي كا هي بيدها انا اكد لك اللي تفهم لوتي كا هي بيدها تقدم شهاده للمحكمه الاداريه ايوه اللي انا مانيش ريك لهم مانيش مريك معناتها واحد اتمنى من القضيه بالمحاوله كنت مومبر في لوتي كا قبل لا ما كنتش مومبر كنتش هو مومبر معه السيد هذا وسامحني السيد هذا عندها برايف لوتيكا عليك انت انت فوزيت كالكان دون معناها والله ما يعرفونيش ما يعرفونيش جم ما يعرف حد بالوجه هكا بالوجه ما يعرفونيش حاجه اخرى السيد هذا بالله تو يقول لي خلطك اخوك عملت له توكيل اخوك في 2008 والتوكيل الدوله حب يموت السيد هذا بيع البار نتاعو ال 50% الالمان أيوه. عندي بالوثائق راهو وعملوا له مؤتمر عدلي وتحايل عليهم الالمان وشاكي به قضيه عدلي وهو بيدو شخصيا عندي هاني عند طريق عند المنفذ يقول انا خاطر الالمان اش عملوا؟ عملوا لخويا التوكيل قالوا له انت في تونس كي مشى خويا هز عند المنفذ حاب يمشي قالوا انا ما نعرف كان بالمالك الالماني مكتبه بالمالك الالماني تمشي الولايه تقول له باع ما عندوش حق يبيع راه اش دخلك؟ انا سياحه يحكيوا عليها يحكيوا برسم هو حتى تدخل اليوم لي غونوفيلمون باغ اكزومبل ولا حتى التراخيص تعطى لتدو كليون معناها بالمحسوبيه اي سامحني لكن انت كان جيت تحكي يحبوا السياحه وزاره السياحه هذوما المان احنا نجيبوا فيهم بالسيف يجي يحل بروجي يشارك تونسي لهنا تصير في القضاء مع والولايه كي تمشي للدوار تقول راهي هنا فما قضيه جاريه يقول لك ايش دخلك؟ ايش دخلك فيه؟ احكي على روحك انت عامل خوك توكيل مثل بالتنازل انت تنحى معناتها انت تنحى واللي ما عندوش الحق تتباع عشان الرخصه راه يبيع ويتحايل ويخدم ربي عينه هذا ماهوش معقول على كل حال، إن شاء الله يا صوتك يطلع وصل سي مهدي عبودة للمسؤولين سختاً معه، وإحنا الموضوع هذايا نتبناوه شخصياً في غد جماد حتى لين تاخذ حقك وحتى لين القضاء يقول كلمته كيف كيف وكل إنسان معناه مظلوم في القضية هذايا يوصل له الحق نتاعو، طالت الدعوة يظهر لي من 2003 إلى 2013 لليوم داخلين في خمس سنين يظهر لي. داخلين في خمس سنين والله بتويك أنا ما نكذبش عليك. أكثر حاجة وليت نتمنى أن تصير نقابل أي مسؤول رئيس حكومة رئيس دولة خاطر الدوسي كيما هذايا بالحق لازم الناس تقول لازم مسؤول كبير يسمع بيها راهو برشا خوار فيه برشا فساد ما يسالش الرخصة كان مش ربي كاتبة راهي ابتلاء من عند ربي كان مش كاتبة ما تجيش كان كاتبة تجي أما ما يسالش على الأقل الناس هذه تتحاسب عباد تزور في الوراق فايق كيما عملوا لي أنا شو عملوا عباد أخرى ومازالوا يخدموا لازم عباد هذه تتحاسب راهو انك توصل تمشي للولاية يسكر عليك الباب وما تدخلش وبرا اشكي اللي تحب انت قول عليك مش تونسي معناتها انا والي هذه هبط فيها نوت قبل 2013 مهدي عبودة ممنوع منع من بيته من دخول الولاية يا مش معقول كان مانيش تونسي اسرائيلي يقول لي راه مش تونسي اجي خذ بطاقة تعريف يقول لي ما تدخلش ما تدخلش دخل بيرو دردر لا لا ولليوم عباد هذوما اللي كانوا هما يحرضوا ومش الوالي راه ديما نقولها خاطر العباد ملوطة تخدم تو انا الوالي كي يهز يقول صح هذيك خليني نخدم في نعطيك يقراها هو اللي يكتبها واللي يكتبها لليوم يلعب يكتب الوالي واحد اخر ويخرج كيما يحبوا ويهز الوالي برا صح ان شاء الله كل المظلمه هذه ترفع احنا نوعدوك بانه صوتك وصل سختان ما وان شاء الله يتصلوا بيك المسؤولين خصوصا في ولايه سوسه ولا حتى في رئاسه الحكومه وان شاء الله ربي ينور الحق نشكرك برشا سي مهدي عبوده شكرا جزيلا لك يعيشك يا سيدي مرحبا بك احنا هذا هو دورنا احنا في الاعلام وانت ولد الجهه وكحقك كتونسي انك وقت الضيق بيك البيبان الكل جيل الاعلام والاعلام وظيفته انه يلقى لك الحلول ميرسي بوكو ميرسي يا وللموضوع هذا موضوع للمتابعه كما قال ذي
تكليف نقبيليك سي سمير طرابل سي سيغتانمون سي ان بروبليم دو غوفرنونس انكور اون فوا اللي يتطرح اليوم في بلادنا. نرجع لكم بعد شويه في لومود لافان ونعطيكم فكره على برامجنا اليوم الخميس 16 فيفري 2017 على راديو ميد. عشر غدا رجينا كنخذ معكم لفان دو برايم تايم لليوم. بعد شوية كالعادة موعدنا يكون مع ياسمين وفل مع كنزة. بعد هي موعدنا يكون مع ساعة 100% تونسي سمعكم فيها شكري بوزيين محلك يامي سمعكم فيها زكي في مشامل نقاتي بابا صالح سمعكم فيها الهدي التونسي أنا حبيته نبيها كراولي ياما وجعته سمعكم زكي كيف نعمل غشام وغيرها من الأصوات نص نهار لازم ساعتين كالعادة لو ديريكت متاعنا للبوليتيك 100% بوليتيك مع مايا الكسوري وسختر مزاملتنا هدى بن مسعود. من ساعتين الماضي ثلاثة موعدنا يكون مع المامو موزيكا زادة كيف كيف تسمعوا فيها نانا لونلي نجوى كرم عاشقة وغيرها من الأصوات. ما ثلاثة الخمسة موعدنا يكون مع جيهان بن عبدالله في أغورا في عين على الكابون اليوم سختن ما مش نحكيه على وضعية البحارة في إقليبيا. من الخمسة حتى الثمانية متاع الليل الموعد يكون مع لو غران ديريكت ترانكيلا مع زملائنا الكل كالعادة أمين وأمير وكذلك ناب خنساس زينوبة والسهرية تكون مع هشام بوعزيز في ميديكاس. ميرسي مشمنجي في الإخراج. تحية زادة توصل لها فتحية حرابي وفريق الأخبار. ميرسي أمين هلال وفريق الرياضة. وتحية توصل لسفيان بن فرحات والأحمد اللي كان معنا في التصوير. على www.radiometunisie.com تلقاو البودكاست متاعنا الكل. حصل هاملي يقول لكم إن شاء الله في ثمانية ربي تقبلوا غدوة إن شاء الله في برايم تايم جديدة من الستة حتى العشرة متاع الصباح. مسك الختام أم كلثوم فيها الكوت كرخ.